التنمية الدولية. هدف المبادرة هو زيادة فرص العمل من خلال دفع النمو الاقتصادي اللي يقوده القطاع الخاص، وخاصة في محافظة نينوى. كل محافظة نينوى تقدم الدعم والمساعدة الفنية على مستوى الشركات والرياديين، إضافة إلى ذلك ربطهم مع وسائل التمويل من خلال شركائنا اللي يشتغلون ويانا، مثل شركة جروفن، مثل منظمة الهجرة العالمية الـIOM، وإضافة إلى ذلك تمكين برنامج تمكين مبادرة تمكين المدعومة من قبل البنك المركزي العراقي، وهي عبارة عن قروض بدون فوائد. احنا نقدم الدعم التقني والتدريب لتمكين رواد الأعمال حتى يكتسبون المعرفة والأدوات، وإضافة إلى ذلك نوصلهم مثل سبق وأن ذكرت بمصادر التمويل حتى يبدون الأعمال التجارية وينشطون النمو مالتها، ونساعدهم توفير الخدمات الفنية. والشغل مالتنا ما يقتصر على جهة معينة، جميع الأفراد العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت شركات متوسطة أو صغيرة ويديرها نازحين، ومن ضمنهم الأقليات والنساء. طبعا بشكل بسيط احنا دربنا اكثر من 257 صاحب عمل، من ضمنهم 95 سيدة اعمال. قدمنا الدعم الى 35 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. استضافينا مؤتمر منتدى نينوى والاستثمار اللي صار باربيل. الهدف من هذا البرنامج هو بناء القدرات للرواد الاعمال الحاليين او المحتملين حتى نزودهم بالمعرفة والمهارات، تشجيع ريادة الأعمال أيضا، والحفاظ على مخرجات البرنامج من خلال متابعة خطط الأعمال. وهذا راح يصير إن شاء الله مع التعاون مع مركز تطوير الأعمال اللي إحنا فتحناه، اللي هو البيزنس ديفلوبمنت سنتر مع موصل سبيس، حتى نضمن استدامة الخدمات الجديدة اللي راح نقدمها. المركز عبارة عن مركز تطوير الأعمال يقدم الدعم الفني إلى الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى نقدر نسهل الحصول على تمويل للمشاريع، وإضافة إلى ذلك نبني القدرات. هذا بشكل بسيط هو النبذة عن البرنامج اللي راح نشتغل عليه إن شاء الله على مدى العشرة أيام القادمة. حالياً أترك المايك إلى أستاذ سهل. دكتور سهل، أشكرك. أشكرك محمد، شكرا لك. احنا اول شيء بنشكر الجميع وبنمسي عليكم بالخير، وان شاء الله تكونوا استفدتوا بالامس، وان شاء الله الاستفاده اكبر ايضا اليوم. حقيقه انا عندي كم من سؤال اتواصل فيه معكم، لانه نشوف شو رايكم بالامس قبل ما نبدا حتى نحاول نحسن الاداء، وايضا اللي ارجو الاجابات تكون من خلال الشات بوكس او الدردشه اللي هو الشات. يا ريت بهمني اعرف منكم الفيدباك عن الامس، وايضا اذا في اي مشاكل واجهتوها خلال الاتصال او الدخول الى البرنامج. عمار، اذا بتحب تشارك الكفر بيج بليز، لانه هيك مش واضحه كثير. فيا ريت تخبرونا الفيدباك او التغذيه تبعتكم. بهمني ايضا اعرف اكثر شغلتين حقيقه. الوقت هل هو مناسب من 6 إلى 8 تقريبا؟ يعني راح يكون ساعه ونص، وايضا نصف ساعه للحوار والمناقشه. وهل هذا والفتره كنا احنا بالامس عاملين 3 ساعات لانه كان افتتاح، بس الان راح تكون حوالي 2 ساعة مع الدردشه والمناقشه، فهل هذا الوقت كافي ولا بدكم اكثر اقل؟ بجوز يكون شوي ما نغطي فيها معلومه كبيره، ولكن هل مناسب من 6 إلى 8 او بتحبوا يصير ابكر شوي؟ بهمنا رايكم. ايضا الطول، وبهمنا ايضا ليش رايكم اذا في تحديات بدخول، لانه احنا التسجيل كان عدد كبير، ولكن شوي انتم العدد محدود الان بالنسبه للسجل، فشو رايكم؟ شو الاسباب؟ وايضا اذا انتم بتقدروا تشاركوا الخبر مع زملائكم ان عن الدوره بيكون شيء جيد جدا ايضا.
فبهمنا ناخذ التغذية منكم ورأيكم. وأنا شايف صار جاي حوالي 70 ملاحظة، وهذا إشي جيد إن شاء الله بنطلع عليهم وبنشوف الأغلبية بناسبها كل هذا الوقت، الكل بحكي مناسب، فإن شاء الله نبقى فيه ساعتين أعتقد أيضا مناسبة. طبعا أحد الملاحظات اللي شفناها إنه أنتوا بدكوا تشوفوا التسجيل، أي واحد بدخل ودخل وبسمعنا هو أوريدي سجل، فما في داعي يسجل بأي مكان آخر. إذا أنتوا دخلتوا المعلومات لما دخلتوا على اللينك الاسم والتليفون والإيميل، هذا على طول هو تسجيلكم زي ما أتكلم زميلي. فيرجى إنه تخبرونا تغذيتكم ورأيكم، وأيضا تروجوا للبرنامج لزملائكم بالجامعة حتى يستفيد أكبر عدد، مع إنه إحنا يعني تواصلنا وجانا تقريبا 1300 طلب من طلاب الجامعة فقط غير الطلاب الآخرين، وإحنا بس حددنا لطلاب جامعة الموصل، وإن شاء الله نأخذ منكم أو نقدر نفيدكم أكثر. شكرا لكم، وأتمنى إنه تستفيدوا اليوم، محاضرة مهمة جدا. وبرجع لمحمد بالتقديم، في كتير ناس بحبين بس ملاحظة أخيرة، يكون في صوت وصورة. للأسف راح يكون بالعدد هذا راح تكون شوي الأمور مزعجة لكم، لأنه الكل راح يصير يتدخل. فالطريقة الأفضل حتى نسيطر على الأمور هي من خلال الشات، فمعلش استحملونا. ولكن أنت اللي عنده أي سؤال بيقدر الإيميل اللي وصله يقدر يرد علينا من خلال الإيميل، وإحنا عطول منرد عليه، يعني إحنا الإيميل بوصلنا عطول أو من خلال الشات الموجود. فشكراً لكم. الفيديوهات أيضاً راح تنحط على الويب سايت أو على موقع متخصص اسمه بوديا بعد ما نخلص الدورة. شكراً، وبترك لمحمد الفرصة. شكراً لك أستاذ، شكراً جزيلاً. طبعاً أعزائي بالنسبة للأسئلة إحنا راح نحاول نغطي جميع الأسئلة ونجاوب عليها كلها. في بعض الأسئلة من المحتمل أنه ما راح نجاوب عليها، لكن ما راح نهملها أكيد، لأن راح تكون في محاضرات بالأيام السابقة راح تشرح شرح وافي للجواب اللي أنتم تنتظروه. حالياً راح أترككم مع زملائي أستاذ عمار وأستاذ زيرك حول محاضرة اليوم اللي هو إجراءات تسجيل الأعمال في العراق. تفضلوا. طبعاً شكراً جزيلاً أستاذ محمد وأستاذ سهل على الإفادة الحلوة اللي انطيتوها بالبداية. أول شيء أحب أرحب بالجميع والشكر الجزيل على الحضور، أملين أن تستفيدوا وتكتسبوا المعرفة اللازمة لإنشاء عملكم المستقبلي أو لتطوير عملكم القائم. راح نحاول قدر الإمكان إيصال فكرة تسجيل الشركات أو تسجيل الأعمال بصورة مختصرة وسهلة الفهم والتطبيق. أحب أن أعرف عن نفسي، أنا اسمي عمار من محافظة دربيل، وظيفتي هي مستشار للأعمال واختصاصي في تطوير القطاع الخاص. نحن نعمل ضمن مشروع تكامل تحسين الأداء والحكم الرشيد في العراق، وهذا البرنامج ممول وبالكامل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. بهذا البرنامج يوجد أكثر من مهمة، المهام كلها تصب في مصلحة الحكومة العراقية لتقديم أفضل الخدمات. نحن جزء من هذا البرنامج، ومهمتنا هي مبادرة تسهيل الاستثمار في نينوى الـ NIFI. احنا تحت مهمة رقم 4، وظيفتنا هي تقديم الدعم للقطاع الخاص في نينوى وشمال العراق لغرض إنعاش النمو الاقتصادي، وأيضا نحن نعمل مع القطاع الخاص لغرض تهيئته للوصول إلى مصادر التمويل والمساعدة الفنية. هدفنا العام للمشروع هو زيادة فرص العمل من خلال تحسين الأعمال والاستعداد للاستثمار في القطاع الخاص، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة المستهدفة للتمويل ومصادر المستثمرين. فراح أترك المجال لزميلي زيرك هم يعرف عن حاله، وبعدين راح إن شاء الله ننتقل للمادة التدريبية. فشكرا جزيلا أستاذ عمار، أهلا وسهلا بكم جميعا. أنا اسمي زيرك أحمد، أعمل ضمن مشروع التكامل لتسهيل الاستثمار في نينوى، اللي فخر كبير اليوم نتعاون ويا جامعة موصل
الجامعة العريقة والمتميزة على مستوى العراق وعلى مستوى الشرق الأوسط بشكل عام. فإن شاء الله اليوم عندنا الموضوع والمحاضرة كلش ضروري، ألا وهو الإجراءات تسجيل الأعمال في العراق أو إجراءات تسجيل الشركات في العراق. فشكرا لكم لحضوركم. شكرا أستاذ زيرك. من ضمن برنامج تطوير المهارات الريادية لجامعة الموصل، إحنا باليوم الثاني اللي راح نشرح به على إجراءات تسجيل الأعمال أو الشركات في العراق. السلايد واضح وبدي يطلع عندكم زملائي، إذا بدي يطلع عندكم بس انطوني خبر. واضح أستاذ عمار. شكرا. فراح ننتقل للمادة التدريبية. راح نتحدث عن ما هو مفهوم الشركة. فقبل أن نطلع على تفاصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركة، لازم نعرف ما هو الشركة وما هو أهمية الشركة وما هو أسباب التي تدفعنا إلى تسجيل الشركة في العراق. فمفهوم الشركة بشكل عام، الشركة هو مثل العقد، كعقد يلتزم بها شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من المال أو العمل. هذا نقطة كلش مهم، تقديم حصة من المال أو العمل لاختصام ما ينشأ عنها من الربح والخسارة. فهو الشركة بشكل عام هو العقد. العقد دائماً متكون من شخصين أو أكثر، فليس هنالك أي عقد متكون من شخص واحد، لازم تكون في كل عقد عندنا شخصان أو أكثر. يطلع الإيجاب من شخص واحد ويطلع القبول من شخص الآخر، وكل واحد اللي يريد يشارك في العقد أو في الشركة لازم يقدم بالحصة من المال العمل. فمو إجباري، فمو من اللازم وضروري كل أطراف العقد يدفع حصة من المال. فمن الممكن طرف واحد يدفع حصة من المال، السيولة، مبلغ من المال، والطرف الآخر يقدم بشنو، بعمل أو بقطع عرض أو بالمهنة أو بالخبرة أو حتى بالعلاقات أو 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 البراعة الاختراع. نعم، مثل ما تفضل أستاذ زيرك، الشركة هي عبارة عن عقد بين طرفين، يعني دائما راح يتواجد طرف أول وطرف ثاني، ومن الممكن أحد الشركاء يتشارك بخبرة أو بصورة إدارية أو مهنية، وهي تعتمد على نوع الاتفاق اللي يصير عند تكوين الشركة. راح نتحدث عن التطور التاريخي للشركات. الشركة هي مو وليدة اليوم أو هي فكرة جديدة، هي قديمة جدا، يعني بقدم هذا العالم بدأها الإنسان الأول في صورة تعاونه مع أفراد الأسرة. مثلا بالأعمال الزراعية كان أكو شراكات تعاونية بين أفراد الأسرة الواحدة، يعني يسوون أعمال زراعية مشتركة. كذلك تمثلت في تعاون الأسر والعشائر مع بعضها، يعني في هذه الأمور ما 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 يوجد تاريخ محدد لظهور الشركات. القسم يقول يظهر بقى، يعني ظهرت قبل 4000 سنة، بس ما متأكدين من هذه المعلومة. بس الشيء اللي نعرفها هي شريعة حمورابي نظمت الشركة منذ الألفية الثالثة في بلاد وادي الرافدين، يعني إحنا كبلد العراق نعتبر كأول من شرع هذه الشراكة بشريعة حمورابي. تزيرك الصوت ما سوي ميوت انت. ففي الشركة أهميات كثيرة، ومنها الوسيلة لتكوين رؤوس الأموال. طبعا تتمثل أهمية الشركة في أنها تقوم بتجميع رؤوس الأموال المدخرة. فهذا كل واحد منا عنده مبلغ من المال، بدل أن نخلي هاي الفلوس المبلغ من المال بالبيت، لازم نعمل بها، لازم نسوي الشركة حتى 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 نزيد هاي المشروع الفلوس اللي موجود يمنا. فبلا شك هذا يتحقق الازدهار والرفاهية للأفراد وللمجتمع بشكل عام. نعم، يعني مثل ما تفضل أستاذ زيرك، الشركة مثلا أنت عندك رأس مال معين محتفظ به لسنوات عديدة، مثلا
كأنه كانت 10,000 دينار. فهذه 10,000 دينار إذا مثلاً أنت ما استفادت منها خلال المدة اللي حفظتها بها ما راح يصير أي ازدهار أو أي تقدم أو أي زيادة بهذه الأموال، مجرد أنت حفظتها بدون استغلالها. فهنا يعني الشركة راح تساهم في تحقيق شغلة جديدة وتساهم في زيادة رأس المال اللي متواجد لك، يعني وتزيد من تحسن من نوعية الحياة اللي أنت تتطلع لها. أيضاً من الأهميات اللي ضرورية هي تنفيذ مشاريع ضخمة. عندما تكون عندك شركة فالمشاريع تقدر تحقق مشاريع التجارية والصناعية وأيضاً الاستقرار والدوام الذي يعجز عنه الفرد. يعني الفرد ما يقدر يعني مثلاً ينشئ، أو الحكومة تقدر تنشئ مشاريع ضخمة، يعني مثالاً عليها هذه المشاريع الاستثمارية مثلاً اللي متواجدة بأربيل، نأخذ مثال كإمباير أو دريم سيتي أو غيرها من المشاريع الضخمة الإنشائية، أو بمحافظة دهوك اللي زميلي عايش هناك أستاذ زيرك، مثل أفرو سيتي وغيرها من هذه. فهذه دائما هذه الأنظمة يعني أكثر من مساهمين يدخلون يسوون ينفذون مشاريع تكون مشاريع ضخمة. والشركة هنا تعد الشركة من نظم الاقتصاد الحر، راح تقوم بتجميع رؤوس الأموال الضخمة، وهنا راح نحاول نستغلها في المشاريع الاقتصادية والتجارية الضخمة، واندفاع المستثمرين نحو هذه الشركات بتقديم أموالهم طوعاً، يعني هم راح يطوعون ويخلون أموالهم، حيث مسؤولية الشريك تكون بصورة محددة بقدر ما أسهم في رأس المال وحصول على أرباح طائلة، يعني هو إيش قد ما راح يقدم من أسهم هو قد ما راح يربح منها. نعم، ومن أهميات الأخرى لتأجيل الشركة هو خلق فرص العمل. يعني للشركة دور مهم وجوهري في إيجاد الوظائف وفرص العمل للأفراد في كل المجتمعات. خلينا نقول هسه بالعراق شنو عندنا؟ عندنا أزمة التعيين، يعني كل خريج أو كل خريج جامعة وحتى غير الخريج يريد يتعين ويا الحكومة، فهذا راح يصير شنو؟ راح يصير عبء على الحكومة، فبالنهاية الحكومة راح تواجه شنو؟ العجز في الميزانية. ولكن إذا عدنا مجموعة من الشركات، خلينا نقول مثل الشركة المساهمة أو الشركة البسيطة أو الشركة التوصية البسيطة، هذا كله يؤدي إلى 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 اقتصاد قوي وخلق فرص العمل القوية وفرص العمل في داخل المجتمع. فهسه نحن بالعراق كلش محتاجين بأنواع المختلفة من الشركات، ومن كل ضروري الحكومة يشجع الشباب الخارجين والقطاع الخاص حتى تكون عندنا عدد كافي من الشركات وفرص العمل الموجودة في العراق. نعم، كما تفضل زميلي زيرك، من الأمور الضرورية هسه احنا تشوفون كخريجين أو كمقبلين على التخرج، فعندنا دائما مواجهة للعائق اللي هو كيف راح نتعين، أو يعني ما هو السبل حتى نتعين ونكون مستقبلنا وحياتنا. فهنا راح تكون للشركة جوهر ودور رئيسي في هذا الأمر. فالقطاع الخاص بيكون متمثل بالشركات بكل أصنافها راح يساهم بخلق فرص للعمل، لأن إحنا ما معقول نعتمد على بس الجانب الحكومي للتوظيف، لازم يكون أكو شركات قوية تساهم وتساعد أنت توفر فرص عمل لكافة فئات المجتمع. فالشركة هنا راح يكون لها دور رئيسي في تكوين شيء أساسي لكل شخص وكل فرد يريد يعيش بهذه الحياة. أيضاً الشركة هي وسيلة إدخار الأموال للأفراد. بصراحة أغلب ذوي الدخل المنخفض والمتوسط تكون مدخراتهم الخاصة صغيرة جداً، ويعني راح يكون عنده مبلغ مالي قليل، وهذا المبلغ المالي لا يكفي لإنشاء مشاريع اقتصادية مستقلة ومربحة. وبالإضافة لهذول الناس يعني ما عنده فلوس، هم راح يكون راح يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لإنشاء المشاريع الاقتصادية. وأيضاً يعني المشكلة راح تصير بالإدارة وبالفن هذا، ويعني أكو هواية أمور ثانية راح تدخل. فلهذا الحل الأمثل بهذه الحالة هي أنهم يستطيعون توظيف المدخرات هذه في شراء أسهم بالشركات، ومن هنا راح نحصل على أرباح إضافية كدخل إضافي لنا.
فما هو الأسباب التي تدفع لتسجيل مشروع في العراق؟ فعندنا هواية أسباب. السبب الأول هو ستكون الشركة مالتك والاسم التجاري مالتك ستكون محمياً بموجب القانون، والسبب الثاني هو بإمكانك إجراء معاملات التجارية والتوظيف الموظفين بشكل قانوني وصحيح، وأيضاً تزداد ثقة الناس بالتعامل معك، والسبب الأخرى هو بإمكانك الحصول على استثمارات والقروض من البنوك، وأيضاً استمرار المشروع بدون تعرض لأي المخالفات القانونية وغير القانونية. نعم، يعني الأسباب كلش ضرورية، أسباب حساسة. لازم أنت يعني مثلاً قبل ما تسوي أي شيء أو مشروع، لازم يعني الأسباب اللي راح تؤدي إلى أنت تدفعك لتسجيل المشروع في العراق. أول نقطة يعني هي كلش مهمة، اللي هي راح تكون محمي بموجب القانون. هنا احنا نقصد بالمحمي بموجب القانون، انت في حالة مثلا عندك عمارة او بناء او اي شيء مثلا تريد تبني او تقدم، ففي حالة عندك عمال، العمال هذول غير مسجلين وانت غير مسجل، ولا سامح الله صار قدر او صار اصابة باحد العمال، كان وقع من فوق العمارة أو صار بأي جرح عرضي بكوني غير مستخدم للوسائل الحماية الخاصة يعني بالبناء، فهنا راح تواجه مشكلتين. أول شيء أنت غير مسجل، هاي مشكلة قانونية ضخمة، والشغلة الثانية أنت راح تكون مسؤول على هذا الشخص، يعني أنت ليش مشغله بدون أي تسجيل وبدون أي، فأنت لما تحمي نفسك وتكون بصورة قانونية فراح تتجاوز هذا الأمر. فإذا صار أي مشكلة والشركة مالتك مو مسجل، الصاحب العمل راح يوجه عقوبة قانونية قصوى، ممكن مرات يروح في بعض الحالات يروح إلى 20 سنة أو 15 سنة، ولكن إذا عندك تسجيل رسمي وعندك شهادة التسجيل والعمال اللي يشتغلون وياك هو موجودين ومسجلين في دائرة الضمان الاجتماعي، فما راح تكون أي عقوبة عليك إن شاء الله. يعني انت هنا راح تواجه قانونيا امور انت في غنى عنها، يعني تلتجئ، يعني مثلا انت راح تفقد كل شيء بالحاله انت اذا دخلت لا سامح الله السجن، فلازم تحمي نفسك بهذا الامر، هم راح تحمي الشخص اللي دا يشتغل معك. هنا راح نتحدث عن يمكنك اجراء معاملات تجاريه وتوظيف موظفين. احنا دا نواجه بالفيسبوك وبغير مواقع من المواقع التواصل الاجتماعي اكثر من مره، يعني دا نشوف مواقع وهميه تؤدي الى مثلا يعلن اعلان انت تريد تتوظف او عندي وظيفه اريد اعين ناس وعندي هذه الامور، فالناس هنا راح تنخدع وتصير مشاكل وهم لك راح يصير مشاكل. فلغرض تفادي هذا الأمر، المعاملات التجارية والتوظيف وهذه الأمور يعني يفضل أن تكون مسجل. بالإضافة مثلاً أنت عندك معاملة أو أنت تريد تقدم على عطاء أو تريد تأخذ تندر معين من شركة أو من أي مكان كان، فأنت إذا ما مسجل وما مرخص ما راح تكون باستطاعتك أنت أن تأخذ أي صفة قانونية بالتقديم على هذا التندر أو على هذه الوظيفة. فإجراء التسجيل جدا ضروري لهذا الأمر. وأيضا إذا المشروع مالتك أو الشركة أو العمل مالتك مو مسجل، ليس بإمكانك أن تعامل مع شركات خارج العراق، فهو من المستحيل أن أي شركة من خارج العراق أو من أي دول الجوار اللي عندنا هسه بالعراق، ولا واحد راح تعامل وياك إذا الشركة مالتك أو العمل مالتك مو مسجل رسميا. نعم، شكرا. همين راح تزداد ثقة الناس بالتعامل معك، مثل ما شرحت مثلا عندك موقع فيسبوك، فإذا أنت شركة مسجلة ورصينة وهذا، فالعالم راح تلتجئ لك أنت تكون الوسيط لتوظيفك، توظيف الناس بالأعمال، يعني راح تكون أكثر ثقة، يعني تصير أكثر مصداقية من قبل الناس لك، يعني أنت راح تكون هذه الصفة. بس بحكونك ما مسجل فهذا راح يكون علامة استفهام، والعالم ما راح تقدر تسوي أي استفادة من عندك. عندك هم إمكانية حصولك على الاستثمارات والقروض أستاذ زيرك، أنت تفضل. نعم، فإذا عندك المشروع مسجل بإمكانك حصولك على الاستثمارات والقروض، فهسا ولا عندنا بانك بالعراق وحتى بأقليم كردستان، البانك ما راح يتعامل وياك حتى إذا عندك شنو، عندك شهادة تسجيل وعندك شهادة رسمي للمشروع مالتك، فواحد ما يقدر يأخذ أي شيء
من أي قرض أو أي استثمار أو أي شيء أو أي مبلغ من المال من أي جهة، حتى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، إذا ما عندك وثائق رسمية يعبر عن تسجيل الشركة مالتك بشكل رسمي في اتحاد الغرف التجارية أو في وزارة التجارة. نعم، احنا بالبداية كما تفضل صديقنا وزميلنا الأستاذ محمد فقال، احنا عندنا مصادر تمويل مثل جروفن أو غيرها من هذه المؤسسات، فبحالة انت ما عندك تسجيل فمن البداية احنا ما راح ناخذ ملفك او معاملك بعين الاعتبار، وراح يعني من اول خطوة راح تكون انت مهمل من قبلنا، لان ما راح نقدر نشتغل وياك، لان المؤسسة هذه ما راح تقبل بالمعاملة بدون تسجيل. اوكي، وهنا عندنا استمرار عمل المشروع بدون التعرض للمخالفات. المقصود هنا المخالفات، مرات احنا مثلا مشروع قائم والشخص عامل به وصل مرحلة معينة، سواء مثلا نجيب مثال بناء مجمع سكني، فانت اذا ما عندك تسجيل فهنا راح تتعرف لكثير من المخالفات، واحتمال هاي المخالفات راح تؤدي الى قفل المشروع وخسارتك خسارة ضخمة. فانت قبل اي تكون تكوين اي مشروع او اي عمل، فمن الضروري انت تكون مسجل حتى ما تتعرض لاي مخالفه من قبل الدوله. فحسب القانون الشركات الموجوده عندنا مختلف انواع من الشركات، اللي هو عندنا 6 انواع من الشركات. نعم، هو الشركه المساهمه، والثاني شيء هو الشركة المحدودة، وأيضا عندنا الشركة القضامنية والشركة المشروع الفردي والشركة البسيطة. وآخر تعديل اللي سويت على قانون الشركات الموجودة في العراق، أضاف إليها شركة أخرى اللي هو شركة لشخص واحد ذات مسؤولية محددة. نعم، مثل ما تفضل زميلي زيرك، أنواع الشركات في العراق عبارة عن 6 أنواع، وهي شركات، أول شركة هي شركة المساهمة والمحدودة والتضامنية وشركة المشروع الفردي، وعندنا الشركة البسيطة بالإضافة إلى آخر صنف وهي شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. وراح ننتقل وياكم بصورة سلايدات جاية نشرح لكم على كل شركة وما هي وشلون هي وشنو يعني هاي التسميات المختلفة منين جاية. فراح نبدي بشركة المساهمة. اتفضل استاذ زيرك. اعتذر لي ما عدنا وقت طويل، فبدنا نشارك وياكم فقط نبدا قصيرة عن الشركات وخاصة عن الشركة المساهمة. فالشركة المساهمة أو المختلطة أو الخاصة، شركة تتألف من عدد من الأشخاص اللي لا يقل عن 5 أشخاص، يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام، ويكونون مسؤولون عن ديون الشركة بمقدار القيمة الإسمية للسهم التي اكتتبوا بها. فالشركة المساهمة لازم يكون مو أقل من 5 أشخاص، وحتى مرات يكون 200 شخص أو 1000 شخص أو 2000 شخص. فالمشرع العراقي ليس هنالك أي تحديد للسقف الأعلى الحد للشركاء في شركة المساهمة. فشركة المساهمة كل واحد هو فقط مسؤول عن السهم اللي أنت تريد تشتريها. فهسا إذا عندنا 500 سهم وأنت اشتريت سهم أو سهمين، أنت فقط راح تكون مسؤول فقط عن القيمة السهم اللي أنت تريد تشتريها. أنت ما راح تكون مسؤول على كل الأسهم، ولكن أنت التزام مالتك راح تكون فقط من خلال السهم أو القيمة اللي أنت اشتريتها من الشركة المساهمة. نعم، الشركة المساهمة هي أول صنف. راح ننتقل على الشركة الثانية، والتي هي الشركة المحدودة أو المختلطة أو الخاصة حسب التسمية. يعني تصير الشركة هذه تتألف من عدد أشخاص لا يقل عن 2 ولا يزيد عن 25. هنا الفرق الواضح بينات الشركتين، الشركة المساهمة يقدر يعبر العدد أكثر من 25، يعني هنا العدد محدد فقط 25، من 2 إلى 25، هذه تمثل الشركة المحددة.
وهذا الناس هنا راح يكتبون بأسهم يكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الإسمية للأسهم التي اكتتبوا بها، يعني بالمساهمة وبالفقرة بالمساهمة وبالمحدودة الناس اثنيناتهم راح يكونون مسؤولين على قيمة الأسهم لهذه الشركة، ولا يعني يشاركون بغير شيء، يعني مسؤوليتهم فقط بقدر المبلغ اللي هم مشاركين به. وأيضاً عندنا نوع آخر من الشركات اللي يقولون عليها شركة تضامنية، ومرات يقولون الشركة العائلية أو family company. هذا نوع من الشركة تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن شخصين ولا يزيد على 25 شخص، لكل منهم لكل الشركاء حصة فيها، ويكون مسؤولين على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع الالتزامات والشركة. فكل شخص فكل شريك في شركة تضامنية هو عنده مسؤولية كاملة، هو ملتزم وعنده التزام كامل على جميع تصرفات الشركة وعلى جميع التزامات الشركة من ناحية الخسارة ومن ناحية الفائدة أيضا. ففي الشركة التضامنية التضامن موجود بين كل الشركاء، وكل الشركاء خلينا نقول إذا عندهم 25 شريك كلهم مسؤولين وملتزمين على ديون الشركة وعلى تصرفات الشركة وعلى التزام الشركة على وجه الكامل وبشكل كامل. يعني هنا بالحالة هذه المسؤولية تكون على عاتق الجميع، يعني ليس فقط بقدر الأسهم اللي أنت مالكها، الشركة التضامنية أو العائلية، يعني أنت مسؤول، كل فرد مشارك بهذه الشركة أنت راح يكون مسؤوليته مساوية للشخص الآخر، يعني كلهم متساويين. راح ننتقل على الصنف الثاني اللي هو المشروع الفردي. المشروع الفردي هو شركة تتألف من شخص طبيعي، شخص طبيعي مثلي، مثل أستاذ زيرك، مثل أي واحد، يعني يكون بصورة طبيعية ويكون مالكاً للحصة الواحدة ومسؤولاً مسؤولية كاملة وشخصية ومسؤولية شخصية وغير محددة عن جميع الالتزامات بالشركة. هنا يعني أكو ناس ما تحب تشارك، أكو ناس ما تحب تنطي أفكارها أو إبداعاتها لغير ناس أو تحب تشارك، فهنا تكونت هذا النوع من المشاريع. وراح يكون عندنا مشروع همنا متساوي بهذا، بس الفرق بيناتهم راح يكون هذا الشركة راح تتألف من شخص طبيعي، والصنف الثاني راح يكون من شخص معنوي وراح نشرحها لكم. فهنا المشروع الفردي هو مشروع يعني ما راح يكون أكو طرفين، طرف أول طرف ثاني، وطرف واحد فقط، والمالك للحصة هذه يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة. فعندنا نوع الخامس من الشركات حسب قانون الشركات العراقي هو الشركة البسيطة، كما واضح من اسمه. تتكون الشركة البسيطة من عدد الشركاء اللي لا يقل عن 2 ولا يزيد عن 5، فقط 5. يقدمون كل واحد منهم حصصاً في رأس المال، أو يقدمون أو واحد منهم أو أكثر عمل أو آخر مالاً. فهو واضح من اسمه هو البسيطة. الأعلى الحد اللي حددها المشرع العراقي هو 5 الأشخاص، فهذا عادة يكون المشاريع الصغيرة اللي رأس مالها صغير جداً. نعم، يعني إحنا هنا مثل ما تفضل أستاذ زيرك، يعني ما راح يقل عن 2 ولا يزيد عن 5. راح يقدمون كل واحد حصص في رأس المال، أو أشخاص منهم راح يقدمون المال، أو أشخاص منهم راح يقدمون العمل والخبرة الإدارية، أو أي نوع من الشراكة اللي هم راح يتفقون بالأخير عليها. الأخير نوع من الشركات اللي هي الشركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد. هذا الشيء ما راح يختلف عن المشروع الفردي، فقط الاختلاف المشروع الفردي هو شخص طبيعي، والشركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد هي عبارة عن شركة معنوية. المعنوية احنا قصدنا بها هي مثل مؤسسة أو دائرة حكومية أو أي شركة من صنف آخر. فهنا من الممكن تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون. راح نعطيكم مثال هنا، يعني شنو المقصود بالأشخاص المعنويين. مثلاً أنا أمتلك شركة للتجارة العامة، فهنا أنا فكرت أن يكون عندي مثلاً مشروع تربية مواشي أو أبقار أو هذا،
فهنا أنا عندي خيار، ما راح أروح أسجل شركة جديدة، فهنا عندي الخيار اللي هو شركة محدودية المسؤولية ذات الشخص الواحد، راح أسجل الصنف الجديد ضمن هذه الشركة وأقدر أمشي بالأمور طبيعياً، يعني مثلاً هي من ضمن الشركة مالتي، شركة من ضمن الشركة بس هي راح تكون محدودة المسؤولية بالصنف اللي أنا اختاريته. أستاذ زيرك عندك أي ملاحظة لحد هنا؟ راح نتحدث على الطرق الحصول على الرخصة. قبل ما نتحدث على طرق الحصول على رخصة التسجيل، فأحب من زملائي إذا أكو أي أسئلة أو أي استفسارات متواجدة بالشات بوكس، يعني حتى قبل ما نتحول على الطرق اللي راح نسوي بها التسجيل، ينطونا أي شيء من عندهم، أستاذ محمد أو سدالية أو أي بقية الفريق. نعم، أكو سؤال، ما هو الفرق بين الشركات المدنية والشركات التجارية؟ تفضل أستاذ زيرك. نعم، فبشكل عام الشركات اللي موجود هسه عندنا بالعراق اللي حكينا عليها 6 أنواع هو كل الشركات التجارية، فما عندنا أي نوع آخر من هذا حصرا. هاي الشركات الموجودة حسب قانون العراقي الموجود هسه المعدل عندنا هو حصرا عندنا فقط 6 أنواع من الشركات التجارية، وما عندنا غير نوع من الشركات هسه موجودة أو مسجلة بداخل العراق. يعني إحنا عفوا أستاذ محمد، يعني الشركات المحددة اللي شرحناها هي الشركات المرخصة بدائرة التسجيل الشركات، يعني ما عندنا غير صنف داخل بالحكومة العراقية. تمام. واحدة من الأسئلة، هل تسجيل الشركات في أقليم كردستان العراق يختلف عن تسجيل الشركات في باقي محافظات العراق؟ هو في كردستان نحن نطبق القانون الشركات العراقية الموجودة هسه بالعراق، فليس هنالك فرق كبير بين الإجراءات لتأسيس الشركة في أقليم كردستان وفي العراق. تقريبا نقدر نقول أكثر من 85% هو نفس الشيء مع اختلافات بسيطة، نقدر مثلا الفرق بين التأييد من المحامي أو التأييد من النقابة المحامين أو التأييد من النقابة المحاسبين، ولكن بالنهاية هو نفس القانون ونفس الإجراء مع اختلافات بسيطة جدا. تمام. سؤال أخير بس يسألون على شلون يحدد قيمة السهم في الشركات. هذا منو راح يحدد قيمة السهم؟ يعتمد على الإداريين الشركة المساهمة. فهسه كل شركة المساهمة عنده هيئة من الإداريين، فهاي الهيئة يحدد حسب نوع النشاط أو حسب مبلغ رأسمال الشركة. فكل الشركة المساهمة عنده مبلغ معين وعنده قيمة محددة للسهم، فأكو اختلافات حسب نوع الشركة وحسب النشاط وحسب حجم الشركة المساهمة. فليس هنالك أي تحديد من القانون العراقي أو من المشرع العراقي يشير إلى القيمة السهم. فالسهم ممكن راح تكون في شركة خلينا نقول 1,000,000 دينار عراقي، والسهم في شركة أخرى ممكن راح تكون 100,000 دينار عراقي، فهو مختلف من شركة إلى شركة أخرى. احنا لو كان عندنا مجال اوسع او كان يعني يكون وقت اطول كنا راح نشرح الاختلافات بين التسجيل بين الاقليم والتسجيل بين الحكومه العراقيه. مثل ما تفضل استاذ زيرك، هي تقريبا متشابهه بمقدار 85% مع شغلات طفيفه وبسيطه، يعني هي تختلف. فان شاء الله اذا صار اي مجال او حبيتوا أنتوا يعني مثلا تكون الشغلة منفصلة على هذا، نقدر احنا نتواجد عندكم ونعطيكم الدورة اللي راح تكون شاملة الخطوطين من حكومة الإقليم ومن تسجيل داخل العراق. عمار، أعتقد أنه في إمكانية هلا شيء مختصر هيك على السريع من زيرو. أستاذ سهل، احنا من ضمن الإجراءات نقدر ننطي
فشغلة يعني مقاربة، لأن هي التسجيل الإجراءات اللي راح أشرحها هسه هي تقريبا إجراءات متشابهة، بس مجرد شوية من يعني أكو اختلاف بالدوائر وأمور طفيفة. يعني حاولوا، لأنه إذا بيسألوا الأخوان مهم نخبرهم، واللي عنده استفسار أكثر من تابعوا معه مباشرة، بس حاولوا يعني توضحوا هاي النقطة بشكل سريع. بكل تأكيد أستاذ سهل. إذا ما بقى من زملاء يعني إذا ما عندكم أي سؤال ثاني. نعم تفضل. سؤالين، السؤال الأول على الضريبة، هل أكو ضرائب دورية تفرض على الشركات؟ وثاني شغلة أيضا، على أي أساس يتم تصنيف فئة الشركات؟ بالنسبة للضرائب هسه بأقليم كردستان أكو هواية ضرائب حقيقة، ولكن باقي العراق هو شيء رمزي ومو مبالغ الكبيرة، فمية بالمية أنت سنويا لازم تدفع الأجور مع المحامي الموجود يمك بالشركة، أنت سنويا لازم تدفع الأجور مع المحاسب اللي موجود يمك، ولكن هو شيء مو شيء مبلغ كبير هواية، هو شيء رمزي، وأعتقد ما راح تكون أي مشكلة، لأن هو للتحديث الإجازة للشركة وليس لغير شيء. ولكن في أقليم كردستان هذا من واحد الاختلافات، الضرائب اللي أنت تدفع للحكومة سنويا لتجديد الشركة هو أكثر بكثير من باقي محافظات العراق، ولكن في العراق هو شيء رمزي وليس مبلغ كبير جدا، ممكن نقول حتى يعني ما بين 200 دولار الى 500 دولار سنويا طبعا. ففي حال اذا عندك شركه والشركه مالتك عند تشتغل وعنده انتاج وعنده عمال وعنده كل شيء فانت تدفع، ولكن الشركه مالتك اذا موقوف وما عندك نشاط داخل البلاد انت ما تدفع اي شيء. تمام زين، على اي اساس يتم تصنيف الشركات؟ التصنيف الشركات هو يعتمد على صاحب الشركة، فواحد فما مو من السهل واحد يسجل الشركة كصنف الأولى أو صنف الثاني، هو حسب رأس المال وحسب طبيعة الشغل اللي أنت تريد تشتغل بها الشركة المالتك، وأيضا هو يعتمد على الوقت. فهسه إذا عدنا الشركة الجديدة هو ما راح تكون تصنيف درجة واحد، ولكن هو راح تكون ممكن 8 7 5، وبمرور الوقت وبمرور النشاطات والأعمال المماثلة هذه الشركة راح تطور فترة إلى فترة، وبعدين يأخذ المرتبة الأولى أو الصنف الأول. يعني هي تدريجية 100%. تمام. طبعا أكو كثير أسئلة، بس راح أحاول أختصر الأسئلة. الشباب دي يسألون عن قيمة، أقل قيمة تحتاجها في رأس المال لفتح شركة، شنو أقل قيمة ممكن تقبل؟ حسب القوانين الجارية. نعم أستاذ عمر فضل، هي راح تكون أقل شيء حسب نوع النشاط، بس أقل هي أقل ما يجب تقديمه هو 1,000,000 دينار عراقي. 1,000,000 دينار عراقي. نعم زين. سؤال أيضا دا يحجون على حصول، هل واجب أنه حصول على إجازة جديدة إلا من غرفة التجارة أو هوية غرفة التجارة، وكيفية التجديد، هل أكو تجديد سنوي أو لا؟ نعم، في الغرفة التجارة هو التجديد سنوي، ولكن هو مو إلزامي، وليس من الضروري والإلزامي أن الواحد يروح يجدد الهوية مالته بالغرفة التجارية، فالهوية التجارة ما عنده علاقة بمشروع المالتك، تجديد الهوية التجارية هو مو شيء إلزامي أو إجباري. أستاذ محمد، حتى نختصر الوقت أعتقد راح نخلي مجال بالأخير همنا على الأسئلة، خل نتحول على المادة التدريبية اللي عندنا احنا بعد هواية من الأمور لازم نشرحها. شكرا جزيلا لكم، وإذا أكو أي أسئلة ثانية احنا بالأخير إن شاء الله راح نحاول ناخذها ونجاوب على أكبر قدر ممكن منها. فخل نتحول على الصورة العلمية على طرق الحصول على رخصة تسجيل الشركة. احنا شلون نبدي أو شلون نقدر نسجل الشركة، راح نشرحها خطوة بخطوة هنا. فأول خطوة بالحصول على رخصة تسجيل الشركة هي استمارة المراجعة. هنا إلى أين يجب التوجه؟ الجهة المختصة بهذا الأمر هي غرفة تجارة بغداد، المكان هو شارع الرشيد، أو رقم الهاتف احنا كتبناه هنا. يعني أول شيء هي استمارة المراجعة،
الجهة المختصة بهذا الشيء هي غرفة تجارة بغداد اللي مكانها بشارع الرشيد. راح نستحصل على استمارة المراجعة. استمارة المراجعة احنا اخذنا انطينا نموذج عنها اللي هي هذا النموذج الواضح عندكم. غرفة تجارة بغداد الموضوع هو مراجعة قسم الاشتراكات. الغرض من هذا استمارة المراجعة هي حجز اسم تجاري. استمارة المراجعة هذه احنا راح نحجز اسم تجاري. هنا توقيع المسؤول وغرفة تجارة بغداد وكل شيء اصولي ومكتوب. راح نحاول نحجز اسم تجاري. الخطوة الثانية هي الاسم التجاري بحد ذاته. أكو شروط وأكو نقاط هنا لازم توضع بعين الاعتبار. أول شيء هو عدم تسجيل الاسم التجاري مسبقاً، يعني ما يكون مسجل مسبقاً. والاسم التجاري يكون غير مكرر مع شركات أخرى بنفس النشاط أو الصنف. هنا مثلاً أنا عندي شركة باسم النجار بصنفها هي استيراد الأخشاب، فأنا ما أقدر أخذ نفس الاسم النجار لأن أكو صنف مشابه والاسم هذا محجوز. فهنا أنت لازم تكون الاسم غير مكرر. فنصيحتنا بهذا الشيء أنت لما تروح على التسجيل يكون عندك ما لا يقل عن 10 أسماء احتياط، يعني مثلاً الاسم الأول إذا متواجد تتحول على الثاني إذا متواجد تتحول على الثالث، يعني أنت راح تختصر الوقت وتكون أنت بصورة صحيحة. الجهة المسؤولة على الاسم التجاري هي غرفة تجارة بغداد. الوثائق والمستندات اللي راح تنطلب هي استمارة المراجعة وتعهد يبين أن المؤسس ليس موظفاً حكومياً. هنا قصدنا أن المؤسس ليس موظف حكومي. أي موظف حكومي بالقانون العراقي غير مرخص أن يسوي شركة. يقدر يأخذ إجازة صحية لإنشاء مطعم أو غيرها من الأمور، بس ليس مرخص أن يكون موظف، أن يكون صاحب شركة. فإذا أراد يسوي شركة لازم تكون الشركة باسم شخص ثاني. وأيضا البطاقة الوطنية لازم يأخذها من الوثائق المستندات المطلوبة. هنا بالخطوة هذه راح نستحصل على القبول الأولي للاسم التجاري. القبول الأولي للاسم التجاري اللي واضح هنا بالصورة هذه. احنا سوينا معريضة، كتبنا عريضة إلى السيد رئيس غرفة تجارة بغداد. الموضوع هو حجز اسم تجاري. كتبنا أرجو التفضل بالموافقة على منحي اسم تجاري لشركة فلان. كتبنا إذا مساهمين أو صاحب الشركة شخص واحد أو أكثر. صاحب الطلب وقع وقدم. فهنا دا تلاحظون بالمربع الذهبي الحاسبة راح تحول للحاسبة. الحاسبة راح تكتب مثلا إذا الاسم اللي أنا قدمت له إذا هو غير مسجل، فهنا راح ينطوني الموافقة اللي هي القبول الأولي للاسم التجاري اللي هو واضح بالمربع الأحمر. وأيضاً أستاذ عمار، من الجدير بالذكر إن هنالك شروط لاختيار اسم التجاري، ومنها أن يكون الاسم التجاري عربياً أو كردياً، ويجوز أن لا يكون عربياً أو عراقياً إذا كان الفرع للشركة الأجنبية أو التاجر الأجنبي، بشرط أن يضيف إليها فرع العراق. والشرط الثاني هو أن لا يكون الاسم مخالفاً لنظام العام والآداب العامة، هو كل ضروري. هسا عندنا مثلاً خلينا نقول عندنا أسماء بالعراق موجودين فاعتبر هاي غير قانونيين، مثلا عندنا المرطبات الزبالة بغداد، فهذا الاسم غير مطابق ويا نظام العام والآداب العامة اللي موجود في العراق. وأيضا شرط آخر أن لا يكون اسم مسجل كما ذكرت بها لشخص آخر. والشرط الأخير هو أن يعبر الاسم عن نوع الشركة، عن نوع الشركة أو نوع النشاط، مثلا الاستيراد أو السياحة أو الكهرباء أو أي شركة، فلازم أن يعبر الاسم بشكل كامل عن نوع النشاط ونوع الشركة. نعم، يعني هي ملاحظة جداً مهمة. هنا إحنا لازم نكون حريصين جداً على اسم الشركة، يعني إحنا نختار الشغلة الصح، لا نختار شغلة تكون خادشة للحياة أو تكون مثلاً اسم غير لائق أو اسم يكون عليه
أي نقطة يعني ما تكون بصورة مناسبة، لأن إحنا يعني مجتمع محافظ وما نحب يعني نكون أسامي غير مقبولة. فالاسم التجاري هو الخطوة هذه، يعني استمارة المراجعة راح نقدم على الاسم التجاري مثل ما شرحنا، راح نتحول على السلايد اللاحق اللي هي دفع رسوم. احنا هنا الدفع الرسوم راح يكون وفقا للفئة التجارية للشركة، يعني هذا راح يعتمد على نوع النشاط سواء كان سياحي أو تجاري أو مقاولات أو غيرها من أنواع الشركات. احنا ما زلنا لحد هذه الخطوة في غرفة تجارة بغداد. بهذه دفع الرسوم راح نستحصل على وصل قبض رسم النشاط التجاري وختم دفع رسم الفئة التجارية اللي راح تتوضح بصورة هذه. احنا بنفس الحجز الاسم التجاري، الحاسبة قالت الاسم غير مسجل، فهنا راح نحصل على وصل قبض بالرسم النشاط التجاري وايضا الختم اللي ظاهر بالمربع اللي هو ختم دفع رسم الفئة التجارية. الخطوة اللاحقة هي الحصول على خطاب الحجز المبدئي للاسم. هنا احنا بعدنا ما زلنا بغرفة تجارة بغداد اللي هي بشارع الرشيد، راح نستحصل على خطاب أولي بالاسم التجاري مثل ما راح يظهر بالصورة. هنا غرفة تجارة بغداد راح تعنون كتاب إلى وزارة التجارة دائرة تسجيل الشركات، الموضوع راح يكون حجز اسم تجاري. هنا كاتبين لا مانع لدينا من تسجيل الاسم التجاري الشركة، يعني شنو كان اسمها، للتجارة العامة محدودة المسؤولية والمحجوزة لدينا، المدير العام مهمش وموقع والشيء مضبوط ونظامي لحد هذه النقطة. احنا لحد هنا احنا بغرفة تجارة بغداد. من الرسوم اللي راح تكون مستحصلة لحجز الاسم التجاري، احنا جبنا هذه المبالغ اللي راح نشرح عليها، هي راح مثلا راح تكون 4750 دينار. هذه رسوم الحجز الاسم التجاري شاملة رسوم فحص الاسم والتأييد. عندنا مبلغ 250 ألف دينار عراقي التي هي مبلغ للشركات ذات النشاط التجارة العامة. عندنا 200 ألف دينار عراقي للشركات الغير منتسبة للغرفة. غرفة تجارة بغداد في حالة الانتساب أنت تدفع بصورة سنوية أو شهرية، ما أعرف نظام مالهم، فأنت بالحالة هذه إذا أنت منتسب ما راح تدفع هذه 200 ألف دينار اللي مذكورة هنا. الشيء الأخير اللي هو 500 ألف دينار عراقي، هذا يعتبر حد أقصى للفئة التجارية ذات الصلة بشركات مثل المقاولات، الصيدلية، السياحة، السفر، الحج والعمرة، شركة الصيرفة، النفط والأمنية. يعني أحد الأقصى هو 500 ألف دينار مثل ما مبين هنا بالصورة. أستاذ زيرك عندك أي ملاحظة هنا؟ هذه الرسومات اللي موجود قدامكم هو ليس ثابتة 100%، فمرات أكو زيادة بها شوية وأكو هم نقص بها شوية، يعتمد على نوع الشركة وعلى نوع النشاط اللي أنت تريد تسويها. نعم، الخطوة هذه غرفة تجارة بغداد راح تسوي كتاب إلى اتحاد الغرف التجارية العراقية. غرفة تجارة بغداد اللي هي بشارع الرشيد راح تسوي كتاب إلى غرفة تجارة بغداد تعنون سجل المركزي بحجز اسم تجاري. هنا أكو شغلتين، لما تحول غرفة تجارة بغداد الكتاب هذا، احنا عندنا نصيحة بالموضوع هذا، الفترة الزمنية اللي تحول به الكتاب من غرفة تجارة بغداد إلى اتحاد الغرف التجارية العراقية يجب أن لا يتجاوز مدة 3 أشهر. أنت خلال مدة 3 أشهر أنت الاسم المحجوز، مثلا أنا حاجز اسم باسم عمار على سبيل المثال، فأنا اسم عمار للتجارة العامة المحجوز خلال فترة 3 أشهر فقط. إذا عبرت المدة مدة 3 أشهر فأنت الاسم يحق لأي شركة ثانية أن تأخذه.
وعندنا بالفقرة الثانية اللي موجودة هنا على السادة أصحاب الشركة المؤسسين الحضور إلى قسم السجل والاسم التجاري. فهنا اللي إذا أكو مساهمين أو أصحاب الشركة غير ضروري أن يتواجدوا هم، فالوكيل اللي هو المحامي يقدر يتواجد بدلهم أو يكون حاضر عنهم. فهنا الخطوتين هذه اللي مهمة هي غرفة تجارة بغداد راح توجه كتاب إلى اتحاد الغرف التجارية العراقية بحجز الاسم التجاري مع مراعاة المدة لا تعبر 3 أشهر. راح نتحصل على توقيع المدير العام على كتاب حجز الاسم التجاري. الخطوة اللاحقة احنا وصلنا على اتحاد الغرف التجارية العراقية اللي هو مكانه بشارع السعدون. هنا غرف اتحاد غرف التجارة العراقية اللي هي غرفة تجارة بغداد تحولت كتاب لهم، راح توجه كتاب إلى وزارة التجارة دائرة تسجيل الشركات بحجز اسم تجاري. راح نستحصل على توقيع المدير العام على كتاب حجز الاسم التجاري أو المسجل التجاري اللي متواجد باتحاد غرف التجارة العراقية. هنا راح يكتبون لك لا مانع لدينا من تسجيل الاسم التجاري لشركة أسفار مكة للحج والعمرة المحدودة المحجوز لدى غرفة تجارة بغداد. فالأسماء وغير التفاصيل كلها راح يتم ذكرها بهذا الكتاب. هسه خطوة من غرفة تجارة بغداد تحول كتاب إلى اتحاد غرف التجارة العراقية، ومن اتحاد الغرف التجارية العراقية تحول كتاب إلى وزارة التجارة. فالخطوة اللاحقة هي الحصول على خطاب برأس المال. هنا احنا طلعنا من هذا، راح نتحول على بنوك، راح نجيب خطاب برأس مال الشركة ونقوم بملء استمارة إيداع رأس مال الشركة. هنا الجهة المختصة راح تكون أحد المصارف المعتمدة. المقصود بالمصارف المعتمدة هي مصارف مرخصة من قبل البنك المركزي العراقي. هذه المصارف احنا نقدر نطلع عليها ونشوف اي واحد مرخص. عندما نطلع ننطيكم العلم على الموقع الالكتروني اللي خاصه بدائرة التسجيل، هنا كل المعلومات على هذول المرخصين المصارف المعتمدة. اي مصرف معتمد لازم يكون منتمي للبنك المركزي العراقي. هنا الوثائق اللي راح تنطلب من عندنا هي وثائق أصلية طبعاً، طلب تأييد إيداع برأس المال والبطاقة الوطنية. هنا راح نستحصل على خطاب موافقة على إيداع رأس المال وكشف بالحساب مثل ما راح يظهر لكم بالصور هذه. فأول شيء هي البنك راح يسوي توجيه إلى وزارة التجارة دائرة تسجيل الشركات بتأييد بأن السيد الفلاني قام بإيداع مبلغ وقدره 2 مليون دينار، المبلغ إلى المركز عن طريق نظام الدفع مدفوعات، وذلك عن تأسيس شركة. يعني أنت تتأسس شركة، المصرف هذا راح يوجه الكتاب إلى وزارة التجارة بأن أنت تريد تتأسس شركة. وكشف الحساب راح يظهر المبلغ اللي أنت خليته بالحساب. وأحد الأسئلة اللي جت لنا هسه كانت يعني تقول أقل مبلغ بهذا الشيء يجب، أدنى حد لرأس المال هو يجب أن لا يقل عن 1 مليون دينار عراقي. ومن الضروري هنا أكو ملاحظة جدا مهمة، تأشير نوع العملة. بالنوع العملة إحنا نختار الدينار العراقي، وهذا اللي دعم العملة العراقية. فهنا راح يشجعوكم على أن يتم التسجيل بالعملة العراقية. هذا يختلف، في حالة أنت عندك تسجيل مع شركة أجنبية فأنت مخير بفتح الحساب للعملتين سواء العراقية أو هذا. أستاذ زيرك عندك أي ملاحظة هنا؟ أستاذ عمار، بالنسبة لتاريخ إصدار الكشوفات، الكشوفات لازم تكون جديدة وتاريخها حديثة وليس قديمة، يعني أكثر شيء لازم ما يعبر عن 1 أو 2 شهور حتى نتأكد إن الفلوس الرأسمال موجودة في البنك. فهو كل ذكوري الواحد لازم يلاحظ التاريخ الموجود على كشف الحساب اللي يطلع من البنك. ملاحظة جدا مهمة، أنت مثل ما حكينا الفترة الزمنية لتسجيل اسم تجاري 3 أشهر، الكشف الحساب يجب أن لا يزيد مدته عن 1 شهر. يعني أنت تحاول أنت خلال 1 شهر هذا تراجع، والكشف هذا يكون ما يعبر 1 شهر.
احنا التطبيق اللي زرنا بغرفه تجاره بغداد وغرفه اتحاد العراقي والبنك وهذا خلاص راح هسه راح نجي على الخطوه اللي هي الدخول الى الموقع التسجيل. موقع التسجيل هو موقع الكتروني كما موضح بالحضراتكم، هو موقع اسمه tasjil.mot.gov.iraq. فهذا احنا راح ناخذ هذا الموقع ونخليه على اي متصفح. غرفة التجارة العراقية تفضل دائما المتصفح اللي نستعمله يكون جوجل كروم لسهولة فتح اكثر من بقية المتصفحات الاخرى. فهنا احنا نصيحتنا تكون انت لما تروح حاول تستعمل متصفح جوجل كروم وتاخذ هذا العنوان وتضربه بالسيرج، فهنا راح تطلع لكم هذه الشاشة اللي هي دائرة تسجيل الشركات جمهورية العراق وزارة التجارة دائرة تسجيل الشركات. فهنا احنا كل شيء طبقناه بالفترة السابقة من غرفة التجارة العراقية، من غرفة تجارة بغداد وغيرها من الدوائر راجعنا وخذنا تأسيس وكشف حساب وبيان تأسيس وكل هاي الأمور، راح نجي على الشغلة التطبيقية اللي هي موقع الإلكتروني اللي هو ظهر عندكم هسه. يحتاج لنا متصفح جوجل كروم اللي يكون أفضل استخدامه. في حالة إحنا دخلنا على الموقع راح تطلع لنا هذه الصفحة المؤشرة هي دائرة تسجيل الشركات. فهنا الوثائق المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني. يا جماعة إحنا شرحنا، رحنا على دوائر مختلفة، أخذنا مختلف أنواع من ال... حفاً كاقالة نعم. فإحنا يعني الوثائق المطلوبة للتسجيل إحنا مثل ما شرحت توجهنا إلى غرفة تجارة بغداد وغرفة اتحاد الثانية ووزارة التجارة والمصارف وغيرها والمحامي عقد التأسيس وبيان التأسيس. فهنا راح نجي ندخل هاي الأمور بصورة عملية على الموقع الإلكتروني. هنا الوثائق المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني هي عبارة عن 4 وثائق راح نشرحها بشكل تفصيلي. هذه الوثائق من الضروري جداً أن يتم عمل مسح ضوئي سكانر بشكل ملون. يعني إحنا لما نجيب الوثائق الأصلية نجيبها، أو إذا ما عندنا الإمكانية نعملها سكانر نوديها على أي مكتب، هو هذا المكتب راح يسويها لنا سكانر بنظام ملون واضح. عفوا أستاذ عمار، الموقع الرسمي للتسجيل هسه موجود بالتشات بوكس. شكرا أستاذ. أنت أي واحد من عندكم شباب يريد يدخل ويطلع على الأمور اللي شرحناها يقدر يدخل ويشوف الموقع. فـ4 شغلات رئيسية استحصلنا عليها من غرفة تجارة بغداد وبقية الدوائر، اللي هي أول شيء خطاب بالاسم التجاري، والثاني هو خطاب الموافقة على الإيداع لرأس المال مع عقد التأسيس والبطاقة الوطنية. هذه الـ4 أمور يجب أن يكون عامليها مسح ضوئي سكانر بشكل ملون وواضح ودقة جيدة، يعني ما عالية بس دقة تكون مفهومة. فراح نشرح أول خطوة اللي هي الوثائق المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني اللي هو خطاب بالاسم التجاري. احنا شرحنا اتحاد غرف التجارة العراقية وجهت كتاب إلى وزارة التجارة، فاستحصلنا على حجز اسم تجاري، كاتبين لا مانع لدينا من تسجيل الاسم التجاري لشركة الفلانية للحج والعمرة والمحجوز. فهذا الكتاب أصلي وموجود، نعمل شغلة بسيطة جدا هو سكان ونخليه بالكمبيوتر، فيكون أول شغلة من الوثائق المطلوبة للتسجيل. الخطوة الثانية هي خطاب الموافقة على الإيداع لرأس المال. يا جماعة احنا شرحنا بأن عندنا بنك معتمد من قبل البنك المركزي العراقي، رحنا عنده فقمنا بإيداع مبلغ معين من المال واخذنا كشف حساب. فهذا الخطاب اللي استحصلناه من عندهم اللي هو موجه لوزارة التجارة دائرة تسجيل الشركات،
راح يكون بصيغة تأييد، ونؤيد بأن هذا السيد دفع 2,000,000 دينار في حسابه شركة تحت التأسيس، وأرسل المبلغ إلى البنك المركزي العراقي عن طريق النظام، وذلك عن تأسيس شركة اللي هي مكتوب اسمها طبعاً. وهذا المبلغ لن يتم إطلاقه، يبقى وديعة، يبقى وديعة لحين صدور كتاب رسمي من قبلكم بإطلاق الوديعة وانتهاء إجراءات التأسيس. فالخطوة هذه هي نعمل هذا الكتاب، احنا عندنا أصلي من خلال مراجعاتنا من البنك، وهذا راح نعمل اسكان ونخليه كثاني وثيقة مطلوبة للتسجيل في الموقع. وحتى نتأكد مرة أخرى، كلش مهم، كلش ضروري والمهم، التاريخ مال الكتاب تاريخ جديد، والعملة اللي بها مبينة بها هو العراقي ودولار أو غير عملة. نعم أستاذ زيرك دي أكد على أنتو المدة هذه ما لازم تعبر الشهر حتى تقديم للموقع، يعني أنت بدون الشهر هذا يعني راح تضطر تسويه مرة ثانية، فمفضل خلال مدة شهر ينعمل هذا. الوثيقة الثالثة اللي هي لغرض الوثائق المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني هو عقد التأسيس. عقد التأسيس هو أول خطوة راح نقوم بها. عقد التأسيس الشركة يوضح بعقد التأسيس اسم الشركة ورأس مالها وين موقعها، مركزها بالعراق، وين فاتحة فروع، وغرض الشركة وطبيعة العمل والمساهمين وكل الأمور المتعلقة بالنوع والنشاط وما إلى ذلك من تفاصيل راح تطلع بعقد بيان التأسيس. هنا بالصفحة على اليمين احنا خلينا بيان تأسيس حاضر للشركة الدولية للتنمية والتطوير وتقنية المعلومات محدودة المسؤولية. فهنا احنا وضحنا الاسم كأنها شركة دولية، ومركز الشركة هو عراق في محافظة بغداد، ولها حق فتح الفروع داخل وخارج العراق. يعني هنا احنا انطينا الحق بأن تكون أكثر من فرع موجود بداخل العراق وخارجه. والغرض من هذه الشركة هي وطبيعة العمل في مجال إعداد الكوادر التدريبية والتطويرية المختصة بالعلوم والتطوير خاصة التنمية البشرية. هنا خصصوا نوع النشاط وكاتبين كامل التفاصيل وكل الأمور المتعلقة موجودة في هذا البيان التأسيسي، فهي أحد الوثائق المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني. فأستاذ عمار، عندي ملاحظة بالنسبة لمركز الشركة أو موقع الشركة أو العنوان الشركة، فمرات صاحب الأعمال أو صاحب الشركات يخلون الموقع أو مكان مزيف مو صحيحي، فلازم تكون حظيرين جدا، لأن إذا أنت حدد الموقع في أي محافظة وفي أي منطقة وفي أي فرع، بعدين دا يجي لجنة من دائرة تسجيل الشركات حتى نتأكد الموقع مالتك موجود، الأوفيس مالتك موجود، الشركة مالتك موجود. فمن الضروري جدا أن تقع بها، أن تحط بها المركز الحقيقي والموجود للشركة وليس الوهمي. يعني كما ذكر أستاذ زيرك النقطة الأساسية هنا، إحنا دا بنطيكم النصيحة يعني للخطوات هذه، أنت لما تسجل الشركة يجب أن يكون موقعها معرف، مكانها معرف، لأن في أكو احتمالية أن تكون زيارة مفاجئة للموقع. في حالة أنت غير صادق بهذا الموقع فراح تخسر التسجيل، فراح نلتجئ الخطوة اللاحقة بالوثائق المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني اللي هي البطاقة الوطنية اللي ظهرت بالشاشة. يا جماعة هنا احنا عندنا ملاحظة، في حالة اكو مناطق ما عندهم البطاقة الوطنية عندهم حل ثاني، وهي يقدر يروح على المربع الذهبي. هي 4 معاملات تتسمى المربع الذهبي، وهي النفوس والجنسية والبطاقة التموينية مع بطاقة المعلومات. في حالة أنت ما عندك بطاقة الوطنية المذكورة والظاهرة بالصورة، فهنا عندنا حل وهو المربع الذهبي، النفوس اللي كل واحد كان عنده والجنسية والبطاقة التموينية بالإضافة إلى البطاقة المعلومات، نسويها سكان بدل هذه الصورة.
فهنا احنا اول اربع شغلات ورئيسيه من الوثائق المطلوبه للتسجيل في موقع العراق في الموقع الالكتروني تم شرحها كلها، هذه راح نسويها سكان ونحضرها بشكل ملون ونخليها بالكمبيوتر حاضره. فهنا راح تظهر عندكم الموقع اللي هو الموقع الالكتروني، الدخول الى هذا الموقع. هنا راح نقوم بالدخول الى الموقع التسجيلي اللي شرحنا عليه، وراح نقوم بالضغط على الخدمه الالكترونيه. انا كنت احب يعني ناخذ اسئله ونستمر، بس راح نخلي الاسئله بعد ما نكمل الشرح حتى لا ناخذ من وقتكم. وهم انا انتم مثلا خلال السلايدات راح تكون عندكم مجال اوسع لفهم العمليه هذه. فاحنا الاربع شغلات اللي سويناها بغرفه تجاره بغداد ووزاره التجاره وغرفه الغرف الثانيه احنا راح نخليها بصوره سكان. احنا اول شيء رحنا عملنا زيارات، كملنا الاربع وثائق المطلوبه من بين البنك وغيرها. فالخطوه الثانيه راح اجينا قعدنا على الكمبيوتر سويناها سكان. فهسه راح تجي الخطوه العمليه، كيف نطبق وكيف ندخل المعلومات بصوره صحيحه داخل الموقع الالكتروني. هنا كاتبينكم احنا الضغط على الخدمه الالكترونيه. انتم يا شباب اذا فاتحين الويب سايت راح تشوفون هذا هاي الصوره تطلع عندكم. فاول شيء هنا عندنا الخدمات الالكترونيه. الخدمات الالكترونيه عباره عن شغله اذا تدوس عليها راح توجهك الى اختيار الاستمارة حسب نوع الشركة التي تريد تأسيسها. يعني الخيار اللي موجود بالخدمات الإلكترونية هي شغلتين أساسية. أول شغلة هي الاستمارة الوطنية، وهنا مقصود التسجيل الشركات الوطنية يعني اللي هي داخل الوطن. والخطوة الثانية هي تسجيل الشركات الأجنبية. الشركات الأجنبية سواء أنت مثلا عندك شريك أو تريد تكون شراكة أو استثمار مع أي جانب ثاني تريد تسوون شركة، فهنا راح تختار الاستمارة بالصنف الأجنبي. بس إحنا هنا راح نأكد على الاستمارة الوطنية. فعند النقر على الاستمارة الوطنية راح نروح على الدخول إلى الموقع، يعني تختار استمارة جديدة. هنا راح تظهر لنا الصورة اللي مبينة بالسلايد. فيا شباب اكو خيارين، الاستماره كاتبين عليها استماره جديده واكو تعديل. احنا راح نختار الاستماره الجديده. التعديل مقصود به راح نشرحها بصوره لاحقه الموجوده بالسلايدات اللاحقه. التعديل مرات اكو خلل بكتاب او باجراء معين احنا ما كان مقصود، أو كنا ناسين، أو كان أكو خلل معين. فدائما يعني الناس معرضة لهذا الأمر. فلغرض مثلا أنت ما تخسر القابلية اللي يعني كل هذا التعب، انطولك فرصة تعديل الاستمارة في حالة وجود أي خلل. فهنا احنا راح نختار نلتجئ إلى اختيار استمارة جديدة أو تعديل على استمارة سابقة. فنحن راح نختار استمارة جديدة ونتحول إلى الصفحة هذه. أنت هنا طلعت لنا مثل ما شرحت تحديد نوع الطلب، طلع عندنا جديد وطلع عندنا تعديل. الجديد إحنا راح ندوسه طبعاً، يعني هو طلب استمارة جديدة يتطلب لديك بريد إلكتروني حقيقي للتواصل مع نظام مسجل الشركات. قد يقوم النظام بإرسال رمز التحقق إلى بريدك الإلكتروني ليتسنى لك كتابة بشاشة التحقق. هنا إحنا راح نأكد على شغلة جدا ضرورية. أنت كونك يعني تريد تسجل للشركة، فراح ننصحك أن يكون لديك حساب إلكتروني إيميل أنت تكون مسيطر عليه بصورة كاملة، يعني يكون الباسورد والسيطرة اللي على البريد الإلكتروني أنت تكون عليها لتفادي مثلاً إذا انبعث أي إيميل، الإيميل أنت ما قدرت تسيطر عليه أو مثلاً ضيعت الباسورد، فأنت هذه بالحالة راح تضطر تعيد العملية من جديد وتسوي لك بريد إلكتروني. فإحنا هنا نصيحتنا أن يكون بريدك الإلكتروني شخصي وتكون مسيطر عليه بصورة تامة.
فراح ندوس على الجديد. التعديل راح نشرح لكم بعدين عليه يعني بالخطوة اللاحقة. الجديد راح ندوسه، احنا هنا خلينا ايميل، فراح نتحول على الايميل اللي احنا بدل احنا من خلينا الطلب طلب جديد خلينا ايميل. راح نروح شنو، احنا راح نستلم تأكيد من مسجل المكاتب والفروع للشركات من وزارة التجارة تجيب الشركات الموقع الإلكتروني، راح يزودونا بإيميل موجود عليه رقم استمارة مؤقت. فهنا شوف بالإيميل يعني مثلا أنا عملت الخطوة بالطلب ففرحت وسجلت وبعثوا لي إيميل من وزارة التجارة فكاتبين رقم قمت بتقديم طلب إنشاء استمارة إلكترونية جديدة لتسجيل مكتب أو فرع من شركة في العراق، تم قبول طلبك ورقم استمارتك المؤقت هو الرقم اللي موضح 120257. هنا هذا الرقم الاستمارة أول خطوة بدينا، احنا قدمنا خلينا البريد الإلكتروني اللي هو بريد إلكتروني خاص بنا أو بالمحامي أو بأي شخص موكلين عنا، فراح ينبعث إلى رقم استمارة مؤقت. هذه راح تعتبر الخطوة الثانية بالعملية هذه. فالخطوة اللاحقة هي التحقق من رقم الاستمارة. راح نتوجه إلى الموقع الإلكتروني مرة ثانية. أكو خطوة تتسمى لوج إن يعني الدخول. فهنا راح يطلبون شغلتين أساسية من عندك. راح يطلبون الإيميل مع رقم الاستمارة التي تم بعثه على الإيميل اللي أنت قدمته. أنت هنا تم إرسال رقم الاستمارة المؤقت إلى بريدك الإلكتروني. هم دا يأشرون أنت راح يدزولك البريد الإلكتروني أنت قدمت لهم. أنت هنا راح تكون مهيئ باستلام الرقم للاستمارة. فلحد هذه الخطوة يعني أنت قدمت بريدك الإلكتروني ومن خلال بريدك الإلكتروني سلمت رقم استمارة. رقم الاستمارة راح نشوف راح نجيبه ونعمل له كوبي بيست ونأشره على رقم الاستمارة المؤقت. هنا راح نكتب هذاك الرقم اللي استحصلنا عليه مع الإيميل اللي هو الإيميل اللي قدمنا. هو الإيميل اللي انبعث عليه هذا رقم الاستمارة هو نفسه راح نخليه. فالخطوة هذه يعني جدا سهلة، راح تؤدي هذه إنه الرقم هذا اللي وزارة التجارة تسجيل الشركات اللي انطتك إياه هو رقمك مطابق مع الإجراء اللي ده نسويه. فراح نتحول على الموقع، احنا من حصلنا على الرقم راح يكون باستطاعتنا ان نقوم ان ندخل على الموقع الالكتروني اللي هو متجزئ الى اكثر من جزء مثل الشركه الام، وثائق الشركه، المدير، الفرع، المكتب، المخول ان وجد، العقود المبرمه، وحسابات الشركه وما غير ذلك. يعني الموقع هسه انفتح لنا، عفوا راح نشرح بصوره مفصله ومختصرة أيضا، يعني هي راح نحاول أن نعطيكم رؤوس النقاط على هذه الإجراءات. فإحنا الاستمارة أخذناها عن طريق البريد الإلكتروني ودخلنا بالموقع بصورة سلسة. بين عندكم هذه الشاشة، أنتوا راح تبين عندكم في حالة أنت دخلت للتسجيل. فأول خطوة هي الشركة الأم، كاتبين لك هنا الملاحظات والأخطاء، الاسم القانوني للشركة، الاسم التجاري، اسم المدير التنفيذي، العنوان الكامل للشركة الأم. هنا مثل ما شرح زميلي الأستاذ زيرك، أنت حاول بقدر الإمكان أن تكون صادق وموثوق بالعنوان، يعني احتمال راح يكون عليك زيارة فجائية، فلتلافي أي نوع غير قانوني حاول تلتجئ للشغلة القانونية الصحيحة. راح نلاحظ نقاط مؤشرة باللون الأحمر، هذه النقاط هي نقاط إلزامية، كل نقطة من هذه النقاط لازم يعني تنطي المعلومة اللي عندها. مثلا الاسم التجاري هذا إجباري لازم تخليه، كل شيء مؤشر بلون أحمر فأنت لازم تخلي معلومته بصورة صحيحة. هنا راح تكتب يعني من ضمن هذه الأمور راح تكتب فرع ورأس المال للشركة اللي أنت كتبته والمبلغ كتابة، حاول تكون دقيق، ونوع العملة
انت هنا راح نختار نوع العمله اللي اختاريناه. احنا اذا كانت شركه وطنيه اختارينا العمله بالعمله العراقيه مثل ما شرحنا. احنا نشجع هذا وهم يشجعون لغرض نمو الاقتصاد العراقي وتشجيع العمله العراقيه وزياده قوتها. فبمجرد ما كملنا كامل الحقول اللي مطلوبه بهذا الحقل راح نعمل عمليه حفظ وانتقال. هذه من عملناها راح نتحول على الصفحه الثانيه اللي هي صفحه وثائق الشركه. هنا هذا النموذج اللي احنا ظاهرين اللي ظهرناه هو نموذج لشركه اجنبيه. فهنا بس راح نبدل شغله، يعني احنا هنا كاتبين اضافه المساهمين، احنا هنا راح يتم اضافه المشاركين تباعا، يعني كل المشتركين بالشركه هذه راح نضيف العناوين مالهم ويعني اساميهم، ونقدر بمنطينا الخيار نقدر نضيف او نحذف بالصوره اللي احنا نشوفها صحيحه. هنا همنا كاتبين عقد التأسيس أو ما يمثله. يجب أن تكون ملاحظة جدا مهمة، العقود يجب أن تكون موقعة من قبل المحامي قبل الإرسال، كذلك تأييد صحة المعلومات في عقد التأسيس من قبل المحامي، يعني المحامي راح يكون له دور مهم. فهذه العقود التأسيسية لازم أن يكون محامي مختوم ومرخص أن يقوم ببعثها وتكون هاي. عندنا الشغلة الثالثة اللي هي شهادة التأسيس، في حالة كونها شركة أجنبية فهنا راح نجيب شهادة التأسيس ونخليها، بس على شرط أن تكون بصورة واضحة بصورة مفهومة. أستاذ زيرك عندك أي ملاحظة على الوثائق؟ كلش واضحة أستاذ. نعم، الخطوة اللاحقة هنا راح نسوي التالي، راح نتحول على سلايد آخر اللي هو مدير الفرع أو المكتب. هنا كاتبين رقم الجوال، راح نكتب المعلومات الكاملة عن مدير الفرع أو المكتب. هنا راح نحاول التركيز على أن يكون العناوين والوقت جدا واضح، ونكون مثلا إحنا دقيقين. إذا اليوم مثلا أنا سويت المعاملة، يعني كتاب التاريخ إصدار الهوية أو الجواز يكون بشكل صحيح، وصيغة ضبط التاريخ في حاسبتك مطابقة لصيغة التاريخ، يعني يكون مطابقة لهذا، احنا أشرنا لكم هنا. ونعبي جميع الأمور اللي موجودة. هنا راح نكون نحتاج إلى صورة توقيع التوقيع هذا. أستاذ زيرك تقدر تشرح أنت عليه على الصورة هذه؟ يجب أن هذه نموذج عن شركة أجنبية لا؟ هو هم الشركة الأجنبية أو المحلية لازم تكون توقيع صاحب اللي يريد يسجل الشركة موجود، هو هم نفس السكانر، يسوي سكانر يعني أونلاين سيجنتشر أو توقيع إلكتروني ويخلي بها هم داخل هاي المربع الموجودة. يعني أنت بالإضافة إلى الوثائق اللي طلبناها تكون سكانر، راح نضيف عليها توقيع المدير أو مدير الفرع أو المكتب، يكون بصورة واضحة ويكون يعني بعمل إسكان ملون، ونخليه بالصيغة بصورة توقيع المدير اللي موجود بهذه. في حالة إحنا خلصنا من هذا راح نقدر ننتقل للخطوة التالية اللي هي المخول ان وجد. يعني مثلا انت عندك تخويل لشخص معين، انت خولت واحد، انا خولت استاذ زيرك مثلا يقوم بعمل المعامله بدلا عني، فهنا راح نضطر الى ادخال المعلومات الكامله الخاصه بالشخص المخول بالتوثيق، يعني مثل رقم الجوال، البريد الالكتروني، العنوان كامله، رقم الهويه، تاريخ الاصدار وما إلى ذلك من متطلبات رئيسية. إحنا بعدنا بالخطوة الرابعة من عملية التسجيل، فهنا راح ننتقل إلى الخطوة التالية اللي هي العقود المبرمة. إحنا هنا كوننا شركة وطنية راح نقوم بإرفاق عقد التأسيس أو أي عقد. مثلا أنا في نيتي
أن أقوم بعمل عقد. مثلا أنا عندي شركة مستلزمات طبية، ففي النية أو عندي مثلا تخويل من شركة أوروبية أو أمريكية أو أي صنف كان باستيراد أنواع معينة من مثلا الأطراف الصناعية، فهنا أنا يحق لي أن أضيف هذه الأوراق، بس على شرط أن تكون مصدقة من قبل المحامي قبل أن نخليها هنا. أو حتى نقدر مثلا في حالة تكوين شركة أجنبية يعني نقدر ندخل العقود المبرمة مع الشركة الأم، وهذه العقود راح توضح الشركة نشاط الشركة التجاري، ويجب مثل ما شرحت أن تكون جميع هذه العقود تكون موقعة من قبل المحامي قبل أن نرسلها. هنا بالخطوة الخامسة راح ننتقل على الخطوة اللاحقة اللي هي احنا بصراحة راح نترك حسابات الشركة. احنا هذه الخطوة هذه اللي أشرت عليها ما تم ذكرها لسبب، وهي انت مثلا اذا انت شركة جديدة فما راح تكون عندك حسابات، ما راح تضطر ان تخلي اي شيء بحسابات الشركة، ما عندك اي حسابات مذكورة، فقط هذه لغرض الشركات الأجنبية. فهنا إذا مثلا عندك أي عقد أو أي شيء أو حسابات معينة فتقدر تخلي. فراح حولنا على الخطوة الأخيرة من عملية التسجيل اللي هي تأكيد الطلب. هنا مثل ما تلاحظون وصلنا للخطوة الأخيرة، كاتبيننا يتحمل المخول بملء الاستمارة أي نقص بالوثائق الأصلية، وليس له الحق بالمطالبة بمبلغ الرسم الذي سيستوفي منه حين مراجعة مسجل الشركات للتحقق من الوثائق الأصلية. يعني هنا التعديل راح تكون على هذه الفقرة، هي هذه فقرة التعديل. أنت عندك الأوبشن في حالة وجود أي نقص أو أي شيء، هنا إحنا عندنا القابلية حتى نرجع للتعديل. بعد الانتهاء من ملء الاستمارة راح نقوم بالضغط على هذا المربع موافق وإرسال البيانات للمسجل، راح يستلمها الموظف المختص. هنا هي آخر خطوة راح نسوي يعني تأكيد الطلب، راح ندوس على موافق وإرسال البيانات للمسجل. فأول ما تمت الموافقة راح تطلع لنا هذه الشاشة. الشاشة هي عبارة عن تنبيه، دا ينطينا تنبيه هي من خلال أنت دا يسوي تحميل للملفات، كاتبين لنا تم رفع الاستمارة إلى مسجل الشركات لغرض التدقيق الأولي، يعني هم راح يدققون كتدقيق أولي. ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني تخبرك بحالة استمارتك أما مقبولة أو مرفوضة. يعني هنا بالحالة هذه راح يوصل لنا رد على الإيميل اللي قدمناه بالخطوة الأولى، هل أنا مقبول أو مرفوض. في حالة أنه تمت قبول المعاملة يرجى الذهاب إلى مسجل الشركات مع الوصل الإلكتروني. راح في حالة قبولنا التسجيل راح يدزولنا إيميل، الإيميل هذا راح يكون عبارة عن وصل إلكتروني بباركود، وهذا الباركود هسه راح باللاحق راح نشرحه ونعطيكم بالضبط هو شنو فائدته. فهنا البريد الإلكتروني هنا في حالة القبول يرجى الذهاب إلى مسجل الشركات مع الوصل الإلكتروني اللي يندس لك بالبريد والوثائق التي قمت برفعها لغرض المقارنة وإعطائك شهادة التأسيس. راح نأخذ ويانا الوثائق الأصلية اللي عملناها سكان، الوثائق اللي كانت متطلبة بشكل أساسي لإدخالها للموقع راح نأخذها بشكل أصلي، راح ناخذ البريد الالكتروني اللي هو الوصل الالكتروني اللي انبعث لنا عن طريق البريد الالكتروني، يعني الوثائق الاصليه مع هذا البريد، وراح نروح على الدائره لغرض اعطائنا شهاده التاسيس. نعم سعاده، خلاص التفتيش. نعم استاذ،
بس أكمل هذا. في حالة لا سامح الله تم رفض الاستمارة، صفحة التعديل التي تم ذكرها عند الاستمارة الجديدة أو عند استمارة التعديل، فهنا نقدر نذهب إلى صفحة تعديل الاستمارة لغرض الاطلاع على الأخطاء، يعني يعطون الحق بالذهاب والرجوع إلى التعديل لغرض الاطلاع على ما هو الخطأ اللي صار وكيف راح نقدر نصححه لغرض تعديل البيانات وإرسال الاستمارة مرة أخرى لمسجل الشركات. تفضل أستاذ زيرك. عفوا، بالنسبة للتفريغ عادة المدة للتفريغ والتأخر تقريبا من يوم واحد إلى أسبوع واحد، فإن شاء الله من خلال اليوم إلى أسبوع المقدم لازم ننتظر، لأن أكو هواية معاملات موجودة بغرفة التجارة ودائرة تسجيل الشركات فمرات تأخر إلى 7 أيام أو أسبوع أو أسبوع كامل، فهو لغرض التدقيق مو لغير شيء. بنهاية الأسبوع إن شاء الله يحصل له موافقة له رفض، والأسباب راح تكون مبينة، الأسباب الرفض موجودة ليش مرفوضة وليش مو مرفوضة. نعم، يعني ملاحظة أستاذ زيرك هي عبارة عن أنت من وقت اللي تم تقديم الطلب الوقت هذا راح ما راح تستلم بصورة فورية الرد، فأنت يعني من المحتمل جدا أن يتم التأخير عليك فمدة 7 أيام لحد ما يشوفون مثلا هل هو مقبول أو مرفوض ويشوفون الإجراءات، وبكل الأحوال أنت راح تستلم الإيميل اللي هو راح يأكد قبولية أو رفض الطلب، وفي حالة القبول راح تستلم هذا الوصل الإلكتروني اللي راح أشرحها بالسلايد اللاحق. نعم. احنا مثل ما تفضل استاذ زيرك انت وراء 7 أيام او فتره محدده، احنا ما نقول 7 أيام محدده بوقت معين، هي بحسب الدائره ويعني اجراء هذا الاجراء، يعني مثلا احتمال ياخذ 10 أيام او اقل، فهذا يعني هم اللي يحددوه. فهنا احنا البريد اللي راح نستلمه اللي احنا قلنا بطلب القبول هو هذا البريد اللي واضح بالصوره، الرسالة التي ستصل إلى بريدي بعد استكمال التسجيل وإرسال الاستمارة، هي هذه الرسالة كاتبين لنا هنا لقد تم الانتهاء من ملء الاستمارة الإلكترونية التي تحمل الرقم المؤقت، هذا الرقم بالنجاح وخزنت بأمان بتاريخ، سيتم عرضها على دائرة مسجل الشركات بأسرع وقت وإعلانك بالتفاصيل لاحقا على البريد الإلكتروني وعلى رقم الهاتف اللي رقم هاتفك. فهنا الشيء اللي راح تستلمه ويا هذه الرساله عباره عن هذه الورقه، وهذه الورقه جدا مهمه، هي الوصل الالكتروني اللي تحدثنا عنه، فهذا الوصل الالكتروني بالباركود اللي ظاهر عندكم هنا، هذا الباركود راح يكون من اجل التحقق من رقم الاستمارة، فهذا الباركود جدا مهم واضح لكم بجميع التفاصيل، هذا يعتبر الوصل الإلكتروني، هذا الوصل راح يكون معاكم دائما مع بقية الوثائق الأخرى في حالة المراجعة النهائية للتسجيل. هاي الاحتفاظ بهاي الباركود كله ضروري، سواء بشكل البيبر الأوراق أو بشكل داخل التليفون أو الجهاز الأخرى، لأن هذا الباركود يساعدك تسهيل عملية البحث عن الملف المالتك، فهو كلش الاحتفاظ بها كل ضروري والمهم. يعني هذه الورقة جدا مهمة من ضمن المهمية الأوراق البقية اللي سويناها بغرفة تجارة بغداد والبنك والتأسيس، يعني هذه أحد الضروريات اللي لازم أن تكون متواجدة معك في حالة التسجيل. راح نتحول على الخطوة الرئيسية، مثلاً احنا كملنا كل هذه الأمور، هنا كيف راح نتحصل على تصريح الدخول؟ هنا يجب أن نتوجه إلى وين، يعني وين راح نروح؟ الجهة المسؤولة راح تكون هنا هي وزارة التجارة، احنا كل الأوراق توجهت إلى وزارة التجارة، كل أوراق نظامية ووصولية ومسجل الشركات بالموقع الإلكتروني زودنا بهذا، فهنا للحصول على تصريح الدخول راح نتوجه إلى وزارة التجارة المتمثلة بدائرة تسجيل الشركات في منطقة المنصور، هي قرب معرض بغداد الدولي.
هنا راح نتحصل على تصريح للدخول. هذه الخطوة جدا مهمة، راح نتوجه بجميع الأوراق الأصولية الأصلية الموجودة معنا إلى وزارة التجارة، إلى دائرة تسجيل، تحديدا دائرة تسجيل الشركات في منطقة المنصور قرب معرض بغداد. راح نستحصل على تصريح للدخول. أما لغرض الحصول على إجازة التسجيل، إحنا أخذنا الرخصة الباج هذا ودخلنا، راح نتوجه إحنا بعدنا بوزارة التجارة، يعني هم راح ينطون الباج حتى ندخلهم. دخلنا على وزارة التجارة المتمثلة بدائرة تسجيل الشركات في منطقة المنصور قرب معرض بغداد الدولي. راح تكون وثائق المطلوبة اللي راح نأخذها كوثائق أصلية، إحنا شرحناها قبل، همينا راح نشرحها مرة ثانية. خطاب الموافقة على إيداع رأس المال، الخطاب هذا إحنا استحصلنا عليه من بنوك معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، وجهوا كتاب إلى وزارة التجارة بصورة أصلية، إحنا كتاب وثائق أصلية راح تكون ويانا، هذا الوثيقة الأولى الأصلية اللي لازم أن أخذها. إصدار خطاب بالاسم التجاري اللي أخذناه من غرف التجارية العراقية، وثيقة أصلية هم، والموافقة المبدئية للشركة المحلية مع عقد التأسيس اللي هو مرخص وموقع من قبل المحامي. هنا عندنا تعهد بالالتزام بالأنظمة. أستاذ زيرك عندك أي ملاحظة على الالتزام بالأنظمة؟ أنت هنا نعم الالتزام اللي عندك، ما عندك توظيف بالحكومة وبالمنافسة الشرعية للعمل وبإخلاقيات العمل وآداب العمل والقوانين العامة الموجودة المطبقة في العراق. يعني أنت تكون من ضمن سياق قانوني لا يجب أن لا تطلع عنه، يعني راح تسوي تعهد بالالتزام بجميع الأنظمة والشروط اللي هي مخليها على مود هذا الأمر. وأيضاً راح تكون تكتب تعهد بصحة المعلومات والوثائق المقدمة لتأسيس الشركة، فهذه المعلومات يجب أن تكون صريحة ودقيقة وتكون أنت مسؤول مسؤولية كاملة عليها. استمارة تسجيل الشركة اللي حكينا عليها اللي هي عليها الباركود. بهذه الخطوة احنا كملنا كل أمر، احنا بوزارة التجارة بدائرة تسجيل الشركات وعدنا الوثائق كاملة والتعهدات اللي كتبناها. راح نستحصل على آخر شيء، على أي على 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 الشيء اللي احنا كل هذا التعب اللي سويناه، راح نستحصل على شهادة تأسيس الشركة التي هي آخر خطوة من ضمن كل الأمور اللي تم شرحها بالسلايدات هذه. يعني احنا حكينا على الشركات وكيف تأسست وأنواعها، وحكينا على الطرق اللي نقدر نسجل الشركة وكيف نتوجه لأي دوائر كانت. فزبدة كل هذا الموضوع هتكون شهادة تأسيس الشركة اللي راح تظهر هنا بسلايد هذا. آخر شيء راح نستحصل على هذا السلايد والذي هو عبارة عن شهادة تأسيس الشركة صادر من جمهورية العراقية، وزارة التجارة، دائرة تسجيل الشركات بصورة نظامية، كاتبين استنادا إلى قرارنا المرقم والمؤرخ نصدر هذه الشهادة لإثبات واعتبارا من اليوم لتأسيس الشركة الذي راح ينكتب اسمه هنا، ومساهمة مختلطة، يعني هذه النوعية هي من المساهمة، يعني شركة مساهمة. فالنوع المبلغ هو 100 مليار دينار اللي كاتبين مكتتب، والموظف كاتب أنا وفقا لصلاحيتي مسجلا لشهادة بالتاريخ أعلى تسجيل الشركة المذكورة أنفا بكتاب المعدل، تعتبر مؤسسة اعتبارا من اليوم، كتاب في بغداد، وهذه التفاصيل. كاتبين لك ملاحظة أن منح هذه الشهادة لا يعني ممارسة المهنة بدون استحصال الموافقات من الجهات القطاعية المختصة، يعني أكو جهات قطاعات مختصة يجب من ضمن هذه الشهادة يجب أن تكون هناك موافقات لممارسة مهن معينة من قبل الجهات القطاعية المختصة الأخرى. فبحد هذا السلايد احنا قدرنا نعطيكم المعلومات الشاملة عن تسجيل الشركات في العراق بكامل تفاصيلها. انطينا شرح مختصر عن الشركة وما هي الشركة، اعطينا شرح عن انواع الشركات وتاريخ الشركات، وشرحنا لكم الدوائر المرخصة بتسجيل الشركات، وتم شرح الموقع الالكتروني اللي هو يعني بعد استكمال الدوائر شلون نقدر ندخل على الموقع، بعد الاستحصال على الموقع
شرحنا خطوات اللي راح نروح على وزارة التجارة وبالوثائق الأصلية لغرض استحصال هذه الشهادة. فهذه العملية كاملة احنا عطيناها لكم، آملين أن تستفيدوا منها ويكون جميع أعمالكم دقيقة وموثوقة ومسجلة لحمايتكم وحماية أعمالكم. فشكرا جزيلا، أنا لحد هسه راح أتوقف، أترك المجال لزملائي إذا يكون أكو أي سؤال أو أي ملاحظة من قبل زميلي أستاذ زيرك. شكرا أستاذ عمار، أتمنى للسادة المشاركين استفاد منها، وإن شاء الله نحن هسه موجودين إذا عندكم أي سؤال أي شيء. شكرا زملائنا أستاذ محمد أو أي زميل ثاني متواجد ويانا، عندكم أي شيء حتى ننطي مجال؟ راح نعطي مجال لخمسة أسئلة بسرعة. أول سؤال واللي هو سأل كثير صراحة، أنه التسجيل يكون فقط من بغداد ولا مثلا اللي عنده مشروع في نينوى شلون يقدر يسجله ببغداد؟ يعني لازم يروح لو يسجله من دائرة تسجيل شركات في نينوى؟ شكرا للسؤال. فبشكل عام عندنا دوائر تسجيل الشركات بكل محافظة، ولكن هذا الدوائر موجودة بكل محافظة هو فقط وسيط بين المحافظات وبين الدائرة العامة الموجودة في بغداد. فالدائرة تسجيل الشركات العامة في بغداد حصل عنده حق ليعطي الشهادة ليشارك الشهادة ويا أي شركة، ولكن الأخرى الدوائر الموجودة بالمحافظات وفقط أداة لتسهيل الأمر ولاتخاذ الأوراق المطلوبة وبعدين يدزها للبغداد حتى نكمل المعاملة. فمن خلال العملية من الممكن أن صاحب العمل أو مدير المفوض يدز المحامي مالته إلى بغداد، وأيضا من الممكن أن يدور هو بنفسه مرة أو مرتين، ولكن بالشكل العام تسهيل المعاملات أكو موجود بكل محافظة، دائرة تسجيل الشركات موجودة. يعني هو خطوة رئيسية هنا، إحنا لازم يكون صاحب العمل عنده وكيل من سوى محامي أو غيرهم، فالإجراءات اللي هي ضرورية داخل المحافظة اللي هو منتمي لها سواء كانت مثلا محافظة نينوى يكمل الإجراءات اللي موجودة هناك، بعدين هي حصرا لازم يطلع على وزارة التجارة اللي شرحنا عليها ويأخذ المعاملات اللي هو بداها كاملة حتى يأخذ الشهادة اللي ظاهرة بالصورة يمكن. تمام. السؤال الثاني، هل يجب أن يكون هناك محامي، وأيضا هل يجب أن يكون محاسب في تسجيل الشركة، وأيضا أنه نوع الشركة، نوع الشركة المسجلة هل يجب أن يكون نوع محدد؟ نعم، فمن الشروط لتأسيس الشركة في العراق هو تأييد من نقابة المحاميين، فلازم يكون هنالك محامي، وتأييد من النقابة المحاسبين الموجودة بالعراق، والتأييد مالتهم جديدة والهويات مالتهم هم جديدة. فمن الضروري ومن الإلزامي أن يوجد عقد أو تأييد من المحامي مختومة من النقابة المحاميين العراق في موجودة في العراق، وتأييد أيضا من النقابة المحاسبين الموجودة داخل العراق. فصح، هو شرط من شروط تسجيل الشركة في العراق. تمام. زين، واحدة من الأسئلة أيضا أنه درجة الشركة، شلون تتحدد؟ هل درجة أولى، ثانية، ثالثة أو ممتازة؟ كيف تحدد بأثناء التسجيل؟ هو أعتقد جوابنا على هذا السؤال يعتمد على الوقت ونوع النشاط التجاري، حسب المدة اللي هو يعني يثبت جدارته وشنو راح يقدم، ويقدر يتطور بسرعة قياسية في حالة عنده نشاطات جيدة أو يريد يعني مثلا يتطور إلى النحو الأصل يعني، بس هي كبداية راح يبدي صغير، بس هو يقدر يبدل النشاط ويشوف هو طريقة شون يمشي. تمام. بالنسبة للائتمان، هل البنوك التجارية تتعامل بالائتمان، وما هو الائتمان، وهل كافة الشركات تخضع للائتمان، وشنو علاقته بتسجيل الشركات؟ أعتقد أستاذ سهل ممكن هو راح يجاوب على هاي السؤال بشكل أفضل. أستاذ سهل، عفوا، إذا أنت موجود. أنا موجود، بالعكس، شكرا. طبعا البنوك والمؤسسات المالية لا تتعامل غير مع شركات مسجلة، ولهذا السبب التسجيل مهم جدا. اللي بده يقوم، حتى بدك تفتح حساب كشركة لازم تكون مسجل وتأخذ شهادة التسجيل، لا حتى تأخذ تسهيلات وائتمان 100% لازم تكون مسجل. وهاي فرصة أحكي إنه يوم الأربعاء إحنا راح نحكي عن
تمويل المشاريع الناشئة والتمويل بشكل عام بنحكي عنه، بنتطرق للمواضيع. فإن شاء الله نشوفكم الأربعاء بنفس الوقت، ولكن الائتمان يتم دائما، المؤسسات خصوصا البنوك تتعامل مع الشركات المسجلة. هلا في بعض المؤسسات المالية تتعامل مع مشاريع ناشئة بدون تسجيل، ولكن حتى تكبر لازم يكون شركة مسجلة. شكرا. أنا عندي سؤالين. واحدة منها، أول واحد هو شنو الفرق بين الاسم التجاري والعنوان التجاري؟ كانوا سائلي. وسؤال الأخ، هل الشركات الصناعية تسجل في غرفة التجارة أيضا؟ نعم، بالنسبة للعنوان التجاري، العنوان التجاري يعتبر عنصر ذاتي يتعلق بالشخص التاجر، تميزه عن غير التاجر. أما الاسم التجاري فهو العنصر المعنوي للمحل التجاري، أي يستعمل لتمييز محله التجاري من المحلات الأخرى. فالعنوان التجاري لا تقوم بالنقود ولا يجوز التصرف بها أبدا. أما الاسم التجاري يقوم بالنقود ويجوز التصرف فيها بشكل القانوني. عفوا، السؤال الثاني سداليا. السؤال الأخ، هل الشركات الصناعية تسجل في غرفة التجارة أيضا؟ نعم، كل الأنواع الشركات تسجل في دوائر الغرفة التجارية الموجودة بكل محافظة، هو للحفاظ على حقوق الشركة والحفاظ على اسم التجاري للشركة. فمن الممكن الشركات الصناعية والمدنية والتجارية بإمكانهم أن يسجل في غرفة التجارة. أستاذ زيرة كم هنا بالملاحظة، أنت موجود، أن منح هذا الشهادة لا يعني ممارسة المهنة بدون استحصال الموافقات. فإذا كانت صناعية أو تجارية أو غيرها، استحصال موافقات أصولية من غير دوائر راح يتحصل، بس هنا التسجيل هو فقط لتسجيل الشركات، يعني كل القطاعات الصناعية وهذا مرخصة، بس لازم هم يأخذ موافقة من غير قطاعات حتى يأخذ الرخصة النهائية للعمل. فإذا عندك شركة للاستيراد مال المواد الطبية، فما عدا هذا الشهادة التأسيس اللي موجود عندنا، لازم هم عندكم موافقة مال دائرة العامة للصحة أو وزارة الصحة موجودة في بلاد. نعم. تمام. أكو سؤال بس بالنسبة للعمل، هل إنه لازم يكون المشروع قائم حتى يتم التسجيل، أو ممكن يكون فكرة ويتم تسجيلها والبدء بالعمل بها؟ 100% يمكن أن يكون الفكرة والبدء بالعمل وتسجيلها. احنا شرحنا على مشروع البسيط، مشروع الفردي هو المشروع هذا، يعني احتمال أنت عندك فكرة تجارية أو فكرة إبداعية أو عندك مثلا اختراع أنت تريد تسوي، فانطولك المجال أنت راح تأسس شركة بأصناف مختلفة. يعني المشروع الفردي راح يفيدك بهذا الشيء، أنت ما تريد شريك أو أنت ما تريد مثلا يكون عندك تخصص معين بهذا، فعندك الرخصة أنت تسوي شركة كستارت اب، يعني ما شرط أنت كنت مشتغل أو راح تبديها من جديد. 100%. تمام. إذن إحنا بالختام نشكر جميع الحاضرين، شكرا جزيلا لكم، ونحب ننبه أنه يوم الأربعاء إن شاء الله 25 بالشهر راح تكون جلسة جدا مهمة أيضا بخصوص تمويل المشاريع والشركات الناشئة. راح يلقيها إن شاء الله تكون أستاذ سهل قائد فريق الاستثمار، راح يكون هو مسؤول عن الجلسة. في ذلك الوقت راح نرسل الرابط الخاص بالمحاضرة في نفس اليوم. أرجو الدخول قبل وقت المحاضرة اللي هو راح تكون من الساعة 6 إلى 8. طبعا أكرر، نستقبل جميع الأسئلة والملاحظات والاستفسارات حول البرنامج أو حول تطوير البرنامج من خلال الشات بوكس اللي موجود، ومثل ما شفتوا احنا كنا نجاوب باستمرار عن هاي الأسئلة. شكرا جزيلا لكم، شكرا لوقتكم. نحب نختم إن شاء الله نكون قد قدمنا أو وصلنا فكرة عن تسجيل الشركات، فيا ربي نتمنى للجميع التوفيق والتألق الدائم، ونشوفكم بعلى المراتب ورافعين راس جامعة الموصل، وإن شاء الله من تقدم إلى أكثر. وشكرا جزيلا، وشكرا لاستماعكم لنا.
يعني نشكر الجميع. وآزيراك تفضل تفضل حبيبي. بس أنا أريد أوجه الشكر للجميع المشاركين والزملاء أيضا، فشكرا جزيلا. والشباب إذا بيقدروا يحطوا شو رأيهم بالمحاضرة اليوم بالشات بوكس بنكون شاكرين. يعني تنطونا أراكم، هل كان الشرح زين أو أنتوا وصلتكم الفكرة الرئيسية على هذا الموضوع؟ فأي تعليق أو أي إضافة راح يكون إضافة لنا حتى نحسن من الأداء أو نضيف معلومات جديدة. محدثكم أنا وزميلي زيرك وأستاذ محمد وأستاذ سهل، فشاكرين جميعكم على تعاونكم وحسن إصغائكم لنا. فأنا من ناحيتي راح أترك المجال غير إذا عنده أي شيء. أستاذ محمد إحنا خلصنا بهالحالة. شكرا جزيلا. وطبعا إحنا راح ننطي في وقت دقيقتين إلى ثلاثة نشوف الردود. ما شاء الله الردود من المشاركين موجودة حاليا. اللي عنده ملاحظة، اللي عنده أي خلينا نقول اقتراح ممكن ينورنا به، أهلا وسهلا. برضو محمد إحنا طلبنا من الشباب رأيهم، أعتقد طبعاً الشباب والصبايا، أعتقد الكل أجمع إنه الوقت مناسب من 6 إلى 8، فراح نضل غداً. ما في محاضرة حتى ترتاحوا. الأربعاء إن شاء الله نرجع بالمحاضرة على الساعة 6، وزي ما حكى محمد بالأمور المالية أو تمويل المشاريع الناشئة، وموضوع مهم وسألته عنه اليوم. كنا نحب نضيف على معلومات التسجيل بإقليم كردستان، فالوقت انحصر يعني للفائدة العامة. احنا مثل ما توجهنا قللنا عدد الصيدات اللي كانت موجودة، العدد كان مضاعف لهذا. فأنا وزميلي اليوم يعني حاولنا قدر المستطاع أن نتلائم مع الوقت المحدد لنا. فإن شاء الله إذا كان أكو مجال راح ننطي شرح، أو بالمستقبل ننطي علم على كل الإجراءات اللي تابعة لإقليم كردستان والعراق. اللي عنده أي سؤال بيقدر يبعث لنا بالإيميل وحطيناه، اللي هو NIFI@DAI.com. هذا الإيميل يمكن إرسال أي استفسار من خلاله، وأيضا يعني عطول منرد عليه، وإن شاء الله منحضر دورة أخرى لاحقا على أمور التسجيل بكردستان والمناطق الأخرى. والرابط تبع يوم الأربعاء راح نبعثه يوم الأربعاء كمثل كل يوم. أكرر، مجرد الدخول إلى الرابط هو هذا التسجيل، مجرد كتابة الاسم الثلاثي مع العنوان مع البريد الإلكتروني ورقم الهاتف راح تكون أنت سجلت ودخلت. أعتقد بنقدر ننهي الجلسة الآن لأنه بطل فيه. تمام. شكرا للجميع. يلا. أشكر جميع. شكرا، مع السلامة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم شباب. شكرا. شكرا أستاذ.